هارد لايف ولا لسه؟ هنا لايف. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين الحمد لله، منورين عنتاب. في حد ثاني جاي ولا نقفل الباب؟ منورين. كان في أخت كانت موجودة هنا؟ لا، واحد ثاني واحد. المهم منورين عنتاب إن شاء الله، واليوم هيكون لقائنا عن هذا العنوان. العنوان بيتكون من ثلاث مقاطع: الدور والشباب والمجتمع المدني. الدور والشباب والمجتمع المدني، يعني ايه كلمة دور؟ وظيفة عمل، يعني وظيفة او مهمة مهمة، مسؤولية. ها؟ مسؤولية. مسؤولية، وظيفة، إسهام، رسالة، مشاركة. الدور هو عدة شغلات: مسؤولية، وظيفة، مهمة يجب تأديتها، رسالة يجب إيصالها، أهداف يجب تحقيقها. كويس، ده الدور. أنت خليك معنا بقى هنا في الغرفة دي. ها؟ طيب والشباب يعني إيه؟ طيب إيه تعريف الشباب؟ محرك الطاقة، الدم الجديد. أعلي صوتك. محرك الطاقة، الدم، يعني أنا شباب؟ أكيد. الروح هي الروح مع الروح المبادرة، روح العمل والمبادرة. روح العمل والمبادرة. ها؟ يا ريت كل الشباب الموجودين هلا حاليا يكون عندهم هاي الروح الشبابية اللي عندك. نحن في عندنا يبقى الشباب روح. الشباب وروح وطاقة. وطاقة. قدرة على العطاء. الشباب روح وطاقة وقدرة على العطاء. ها؟ العمل. ها؟ حيوية. حيوية. كل واحد عنده طموح وعنده هدف، هذا يعتبر شاب. كل واحد عنده طموح وعنده هدف يعتبر ايه؟ شاب. في حاجه عندك شغاله؟ اقعد بقى انت على الكرسي هنا عشان انت هتظبط كل حاجه. يبقى احنا قلنا الدور وقلنا تعريف الشباب، يعني ايه مجتمع مدني؟ اتفضلي. انت محاميه مش كده؟ لا، زميلتي هو محامي. امال انت ايه؟ دبلوماسيه سياسيه. سياسيه. اتفضلي. المجتمع المدني هو الجسر بين العالم والشعب. هذا شعر. هذا شعر. طب المجتمع المدني هو مكان بمسلك. هذا شعر. ليش؟ مكان بمسلك الناس. هو الناس. تفضلي. هي الفضاء اللي بتخرج منه الحكومة والعسكر. لا، شعرية. هذا شعرية مش شعر. هو الدولة. هو ها؟ الدولة. هو الدولة بمؤسساتها وشعبها وكل. طيب هو الدولة. أنا ماني مع الدولة. تفضلي. ها؟ هو المجتمع. طب خليها بس تكلم. هو الافراد والعلاقات في المدن. الافراد والعلاقات. هات تفضلي. هي مؤسسات. ايوه، تخدم الافراد. ايوه، يعني هي صله الوصل بين الحكومه. خليها تتكلم. مو شرط حكومي، لا، الدوله. المجتمع المدني دائما بابكم ترتبط بالدوله. هي مؤسسات تخدم الانسان. طب مؤسسات تخدم الانسان. طيب كانت انسانيه او خدمات تعليميه او خدمات. كويس. ها تفضلي. ها؟ لا، هو مقابل كمان. المجتمع المدني هو مجتمع المواطن، تبني الشعب المواطن. المواطن واخدين بالكم؟ بمؤسساته، بسياساته، بأفكاره، بآرائه. بيكمل دور الحكومة ودور اللي هو مؤسسات القطاع الخاص. المجتمع المدني ممكن يكون يعني في منه، في الغالب هو غير ربحي. أنا آسف، هو غير تجاري، غير ربحي يعني. غير ربحي، غير ربحي يعني. واخد بالك؟ يبقى هو مجتمع كل مواطن في الوطن. يعني بنجمع كل المواطنين من ابناء الوطن في المجتمع المدني. المجتمع المدني ايضا بيخدم غير البشر. بيخدم المناخ، بيخدم البيئه، بيخدم الطير، بيخدم كل شيء. خلاص؟ يبقى احنا كشباب لينا دور في بناء المجتمع المدني الذي يكمل دور الحكومة ودور القطاع الخاص. واضح؟ دي أول شريحة بالنسبة لنا. هل عندنا صورة واضحة لدور نحن كشباب؟ إيه الصورة اللي عندكم لدوركم؟ أنتوا شباب دلوقتي. إيه الصورة الواضحة اللي عندكم ليه؟ دوركم ودور المرأة في بناء المجتمع المدني. ايه تصوركم؟ ازاي هتبني مجتمع مدني؟ انا بشوف بالنسبة لي كامرأة
أيوة. وأنا عندي دور في المجتمع المدني. أيوة. يعني أنا بشتغل. إيه هي الصورة؟ إيه تصورك؟ تصوري إني أنا بأصنع تغيير لأنهض المجتمع. عايزة تغيري. أيوة. عشان دائما مجتمع مدني. تفضلي. هذا كان رفع إيده هنا. بالنسبة للمجتمع المدني أنا فيني أزيد وعي، فيني أبني مؤسسات. يبقى أنت دورك إنك تزودي الوعي. تمام. وده مش سهل. تفضلي. ها؟ توعي. تطوعي أنت؟ توعية قانونية. توعية. توعية ولا توعي؟ توعية. توعية توعية قانونية. بناء أفكار. بناء أفكار. لا هلا أنا دوري كامرأة وبشكل عام كشباب إنه نحن نبني المجتمع على أسس صحيحة. تبني المجتمع على أسس صحيحة. يبقى كل واحد فينا تفضلي. تغيير الفكر. تغيير الفكر. في عندي أنا بالنسبة لي بناء ثقافي، يعني أنت دا عندك دور تثقيف غير الوعي. وفي دور دعم تقديم الخدمات. تقديم الخدمات. يبقى كلنا عندنا تصور لدورنا في المجتمع المدني، وكل أدوارنا بتكمل بعضها البعض. ما فيش دور فينا ها، ما فيش دور عندنا يتغور على الدور الآخر. كلنا بنكمل بعض، سواء كان فكر أو ثقافة أو وعي أو تعليم أو بناء أو تغيير إلى آخره. يبقى لابد كل واحد فينا. أنا بعملكم كإيه؟ انا مش معاملكم كمتدربات، احنا بنعاملكم حاليا دلوقتي بعد السبع ثمان اشهر اللي فاتوا التدريب دول على انكم قائدات للمجتمع المدني. دي مش جلسه علشان ادربكم فيها، انا مش مدرب ولن اكون مدرب وما كنت مدرب. دي جلسه عشان انتوا تقولوا انتوا هتعملوا ايه في المجتمع، دوركم اللي هيكون في المجتمع، ارسالكم اللي هيكون في المجتمع، ايه قيمكم اللي هتحطوها في المجتمع، ايه هدفكم من بناء المجتمع ده. خلاص؟ فانتوا مش تلامزة، انتوا مش ايه؟ مش تلامزة. خلاص؟ يبقى احنا بنحط هنا هو كل واحد عندنا اما ينزل المجتمع بتاعه يكون عنده تصور للدور اللي هيقوم به داخل بناء هذا المجتمع. طيب عندنا هنا اربع اسئلة. في الأربع أسئلة واحد، أول سؤال، هل إحنا عندنا خطط استراتيجية في كيف نبدأ في بناء المجتمع المدني؟ هل عندنا تصور استراتيجي؟ وعلى أساس إيه؟ على أساس المواطنة المدنية وليس العرقية أو الحزبية أو الدينية أو المذهبية أو الطائفية. هل أنتوا عندكم تصور استراتيجي لهذا الدور اللي هتقوموا به ولا ما عندناش؟ كأفراد. انتوا ما انا مش بكلمك انت، يعني ايه انت كأفراد او مؤسسة. تفضلي. صحيح. عشان صوتك يطلع في التلفزيون. اوكي. بس براحة بس خلاص. تمام. هلا بعد خلال هاي السبع شهور نحن هون بهي الصالة بقاعة هون مع المتدربات قدرنا نحن نلتقى مع افراد بيشبهونا ومنشبهون. دوري. تمام. تمام. رح أحكي عني وعن زهرة لأنه مشروعنا واحد وهو تماماً زهرة زميلتي هون تدرس محاماة، لأنه مشروعنا واحد هو تماماً بصب بأول نقطة حضرتك هلأ. أيوة. طرحتها. أيوة. تمام. كلمة جمهور. أوكي. الفكرة باختصار أنه نحن هلأ طالعين بفكرة مشروع تجمع كل السوريين بصرف النظر إذا كان مؤيد أو معارض، مسيحي أو مسلم، شيعي أو سني، بصرف النظر عن أي انتماء عرقي أو طائفي، لحتى نحن يخاطبنا كسوريين، لأنه نحن بعد 8 سنين من هي الحرب ومن هي الثورة ومن هذا البلاء ومن هذا الألم ومن هذا الحلم، لازم نوصل نحن لقاعدة تجمعنا كلنا مع بعض. لأنه مو كل شيء تحت مناطق النظام هو مؤيد، مو كل شيء طلع لبرا هو معارض، مو كل شيء حدا مثله أخ الثاني ما مثله أخ. ففي شغلات مشتركات هي كتير بتجمعنا، ونحن هلأ واحدة من الأفكار يلي عم نفكر فيها أنا وزهرة نشتغل على تحديدا البند الأول لأنه حاجتنا تفرقة. جزاكم الله خير. أخت زهرة خلي بالك عشان عندنا البي بي سي والسي ان ان. نحن عن جد بحاجة لجسم نقدر نكون فيه إيد وحدة لنقدر نبني مجتمع متكامل بيآمن بالمواطنة وبسيادة القانون ونحترم حالنا كأشخاص ونحترم البلد ونحترم الوطن بأكمله. نحن بحاجة لهذا الجسم، وإن شاء الله نحن في طريق للبناء إن شاء الله. أنت لابد تضع استراتيجية لهذا العملية مش أنت محامية نصلي على النبي، أنت محامية وأنت سياسية،
فلابد نحول الخطابة المحامية إلى مشروع استراتيجي نبني به. أيوة فضلي في حد هنا الأول وبعد حاجي لك أنت عشان نحل بيك. تقول لكم واخدين ورد وأنا ما أخدش ورد. وفق المبادرة اللي عم نفكر فيها وبدأنا بخطط يعني يعني بشيء عملي، مشروعنا هو مبادرة نفكر امرأة عم نقوم فيها بإقليم هداي. يعني احنا هدفنا جزئي نحلم فيه شوي يكون استراتيجي. نحن عنا حاجة مجتمعية بالذات المرأة، في عنا نقص بالوعي السياسي، الثقافة السياسية محدودة شوي، نسبة مشاركة المرأة محدودة قليلا، لأنه في حالة ثقافة مجتمعية، في عدم فهم صحيح للشرع. فنحن من خلال برنامجنا أو مبادرتنا اللي هي فكر امرأة عم نحاول نقدم جلسات حوارية، جلسات نقاش مركزة بتركز على زيادة الوعي لدى المرأة لفئة الشباب تحديدا، لنحن نهدف من خلالها لنشجع المرأة على المشاركة السياسية، نزيد الوعي، بالتالي نفعل دور المرأة، فعلا نبني مجتمع. بناء المجتمع يبنى بناء الثقافة، إذا ما بنينا ثقافة صح ما في عنا وعي صح ما بنقدر نبني مجتمع. شكرا شكرا. تفضلي. السلام عليكم. أنا بالنسبة إلي كجمعية زنوبيا أنا وزميلات إلي بنشتغل بموضوع العمل لتمكين المرأة، أمر كتير مهم ماشيين فيه، وحطينا خطط واضحة لنظرية التغيير وشو هي البرامج اللي رح نشتغل فيها لحتى نصل لفئة مستبعدة ومهمشة ما عم تصل أبدا. وسائل التوعية اللي بنحكي عليها كلياتنا عم تصل لفئة بصراحة محددة، أخذت هي فئة، أخذت ثقافة معينة، أخذت علم، بتقدر تحضر ورشات، بتقدر تحضر جلسات، لكن في سيدات في البيوت هي اللي عم تربي الجيل، في سيدات في المنازل حرمت التعليم، في سيدات عندها جيل وبإيدها الأسرة كلها. وهي القاعدة أولا هي رح تحمل القادات اللي انتوا رح تكونوا وهي رح تكون قاعدتكم، تاني شيء هي رح تربي الجيل وهي اللي لازم نصل لها. فعم نعزز بناء المواطنة الفاعلة، عم نعزز ثقافة تقبل الآخر، عم نفهم المرأة شو هي حقوقها وعم نخليها تعتز بهويتها الإسلامية والعربية. شكرا شكرا. أي تعليق ثاني قبل ما ننتقل للنقطة الأخرى؟ أتفضل. ما ننتقل للنقطة اللي بعد كده. تفضلي. هلا انا بنظر نظره للتدريب اللي احترناه، خطه، انا عايز مني خطه استراتيجيه، الخطه الاستراتيجيه، خطه استراتيجيه عليها بدايه ونهايه ومراحل واهداف. خطه الاستراتيجيه للمرحله القادمه انه اول شيء اني انا الحمد لله وصلت لمرحله اني تمكنت فيها، صرت قادره اني اكون منتجه فاعله اكثر. هلا انا بدي اتوجه للناس، لفئة الشباب، لفئة الصبايا، أني اشتغل معهم على بناء جيل بعيد عن الموروثات والعادات والتقاليد اللي خرجوا فيها من بلد دامت فترة الحكم والاستبداد فيها فترة طويلة كتير، أجيال كتيرة مرت عليها تربية وعادات وموروثات هي تركت آثار صعب أنه نتخلص منها. فالجيل الجديد، جيل الشباب القادم، جيل الصبايا اللي بده يجي، هو هذا الشغل عليه رح يكون الشغل على جيل الشباب والصبايا، هن اللي لازم يحملوا الرسالة من بعدنا. نحن بنستمر سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، بس بالآخر نحن في بدنا نأسس جيل صح، جيل يبني مجتمع بعيد عن كل شيء له علاقة بطائفية، مذهب، عرق، لون، أي فئة بالمجتمع. شكرا شكرا. أنا عندي أنا عندي نظرة للمجتمع عشان بدي أطوره من جهة ثانية. نايم تفضل. مهم نكون في المجتمع يكون النواحي الأخلاقية. أيوة. القيم الأخلاقية تكون. يعني أنت خطتك الاستراتيجية في تربية الأخلاق. أخلاقياً ومعرفياً. يعني اليوم الطفل شلون بدنا نبني أخلاقياً؟ المفروض في المجتمع اليوم فقد كثير من جزء من هويته. نعم. الهوية والأخلاق. الهوية والأخلاق من خلال. من خلال بناء المرأة نفسها هي وين. الأم يعني أولا تقييم قيمة الأم المربية. أيوة. يعني بخسوا جدا حقها عندما تكون إنه والله في البيت هي ماذا تعمل في البيت. يعني عمل المرأة في البيت ليس عملا يعني بات مسبة إنه أنت ست بيت. أيوة. المرأة المربية هي أعظم امرأة. نعم.
إذا كانت فعلا وعت، إذا كانت امرأة واعية، إذا امرأة تعمت وربي وتنظر نظر المستقبل كيف يكون ابني بعد 20 سنة، ماذا أقدم للمجتمع؟ المرأة يجب أن تقدر عندما تقدم مواطن صالح للمجتمع، يعني يقدر المجتمع، يقدمها الدولة. فهي أولا، ثانيا عن طريق تغيير فكر المرأة. في عنا في المجتمع سواء بالمرأة أو بالرجل أو في المجتمع كله، في عنا أوهام وخرافات من 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 منطلقة ربما من موروث أو من عادات. فتغيير هدف، أنا عندي مبادرة، هي مبادرة سوريات بناء الفكر والمعرفة. أول هدف هو هدم الأفكار الخاطئة، الوهم، الخرافات اللي أحيانا مرتبطة بالعادات وأحيانا مرتبطة بالدين نفسه. تصحيح الصورة طبعا، هن مرتبطوا بالدين، وأصلا تصحيح نظرتنا للدين وتصحيح الدين حشو ممكن نفهمه على حقيقته. وأنا كوني مختصة بالشريعة الإسلامية أتمنى يصل لي فرصة أن أوضح للناس حقي أصلا أنا كامرأة، كيف أفهم ديني، وما هو حقي من أنه أبلغ ديني نفسه، كيف أبني بديني نفسه في المجتمع. هي شفتوا أنتوا دلوقتي، أنا مش محتاجة أقف هنا وأتكلم معاكم، أنتوا كلكم تحتوا حاط، عارفة التحطيح يعني إيه؟ قال لهم الذين وصلوا إلى التحتحة فتحتحوا. شفت اللغة العربية دي؟ التحتوح من وصل إلى مستوى التحتحة فتحتحة، وأنت تحتوح أيضا. طيب فاهمين حاجة؟ المهم أنكم تفهموش، ولو أنتم ما فهمتوش هتقول أن أنا فيلسوف خلاص؟ وهكذا الفلاسفة يتحدثون بلغة لا يفهمها بشر، يقول يا سلام تحتوح ومتتحتح. التحتوح هو التحتوح المتتحتح الذي يتحتح التحتح، وحينما تتتحتح التحتح تتتحتحي معها. لا وصلنا للسماء معا خلاص؟ ما أنت ما مش ممكن، مش 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 ممكن، مش هم متحصلين. انا شفتي بقى؟ طب السؤال الثاني بالنسبه لنا في النقطه دي، هل احنا عندنا كوادر تستطيع ان تبني مجتمع مدني مترابط ولا ما عندناش؟ ولا احنا عندنا بق حامض وعندنا طق حنك وعندنا خطباء جمعه وخطباء مش عارف ايه وحافظه وليسوا فهم، وحافظ وليس فهما للدين. بتتكلم كلام حلو قوي، بس انا مش عايز حفظ، مش عايز حفظ، انا عايز عمل. هل احنا عندنا كوادر ولا لا؟ اللي يقول عندنا كوادر يرفع ايده. عندنا كوادر لحد التمكين. ها؟ عندنا كوادر لحد التمكين. حاضر، نحن عندنا كوادر تحتاج الى تمكين، وانت؟ نحن عندنا كوادر تحتاج الى تمكين، وعندنا اشخاص ما بيعتبروا حالهم كادر، هذول مستهدفين. انا مش فاهم بقى، يبقى اصبحت تحت حد تحتحي معي تحتحطوا. ما كان قصدي اتحرك، انا تحتح بعد بس في كثير. اتتحتحين معي؟ لا احاول التحتحه ابدا، لكن لكن في اشخاص موجودين بالمجتمع وصلانين لمرحله بسبب تدهور الامور بهي الطريقه وما حد عارفان راسه من رجله، قرروا يوقفوا على الحياد. هدول قوه، ايوه، وهدول حوامل. أيوة. وهدول اشخاص لا مش حوامل، حاملي حوامل، يعني كلهم حيخلفوا لنا ايه؟ لا مو بالمعنى الحوامل يعني، خلاص بقى انتوا كلكم ستات حوامل، حاملين يعني من حمله الهم. فهن هدول بدنا نشتغل عليهم وبدنا نستهدفهم، لانه هدول عندهم طاقات هن قد يكونوا ما بيعرفوا فيها. يبقى انت بتقولي في ناس كوادر فاعله ايضا في المجتمع، وفي كوادر غير فاعله نكتشفها خارج الخطر اللي بشغل فيه. صحيح. كويس، عندنا كوادر. طب يبقى احنا عندنا كوادر بس عايزه تنظيم. اكيد. اتفضلي. لا امسكوني عشان هيك ما تعبش. نحن عندنا كوادر، ايوه، وبدينا بانفسنا. كويس، وانطلقنا من هذا الاساس، وعلى اساسه بنعتقد رح نقدر نصل ان حيثيات الحكم هكذا. نعتقد اننا سنصل لاغلب فئات المجتمع السوري وما يليه المجتمع الدولي. الله اكبر، ان شاء الله. انتوا كده انا اروح واقعد في بيتنا احنا. اعتقد انه في عندنا كوادر، لكن كوادر ناقصه كفاءه وناقصه مهارات من يعني جهة. يعني مثلا انه مسألة السياسة في بلدنا مغيبة، فالممارسة السياسية في بلدنا غريبة علينا. يعني ممارسة سياسة ديمقراطية ابدا جدا، وهي ناقص، في ناقص خبرات. هلا ناقص مش في بلدك بس، بلاد كثيرة مثلا. ايوه، وناقص خبرات، ناقص مهارات اخرى. وثاني شيء في عنا كمان نقص معرفي، يعني كتير نحن اليوم نختص عموديا باختصاصي. أيوة. باخذ ماجستير بالدكتور، لكن كأفقيا كثقافة عنا ضعيفة في أفقيا وفي داجنال يعني عموديا لا دراسيا يعني در أي أفقيا عمودي عفوا هيك عموديا أفق هيك الانتشار. أيوة هذا الأفقي.
محوري أيوة دائري. أيوة فالدائري ضعيف عنه. والمحوري والمحوري يعني نوعا ما مقبول يعني وغالبا غالبا بهاجروا لبرا فعلا عندنا في أربع أشياء لابد أن تكتسبها: الأفقي مع المجتمع، صحيح، والرأسي اللي هو مع الفكر، والتقاطعي اللي هو المحوري مع الأفكار، مع الأفكار صحيح والتقاطعي، والدائري اللي هو يشمل الوطن كله. إيه فنحن عندهم كتير ثغرات. خلاص صحيح. ممتاز. الكوادر، بالنسبة للكوادر يوجد كوادر مؤهلة وبحسب القطاعات. أيوة. القطاعات كلها يعني إحنا عندنا يعني كلكم اتفقتوا إننا عندنا كوادر. طب لما إحنا عندنا كوادر، تفضل. عندنا كوادر تحتاج إلى اكتشاف. تحتاج إلى مزيد من التأهيل، لأنه أنت ما فيك تقتصر على الكوادر اللي عندك، أنت بتبني كوادر جديدة. صح. وكل ما بنيت أكثر، أنت هلا هالكادر تبني بتزيد تأهيله وبتبني كوادر جديدة. يعني أنت ما معقول تقتصر على اللي عندك. يحتاج إلى تأهيل، يحتاج إلى تخصص أكثر. كويس. كل ما تخصصنا كل ما أبدعنا. كويس. إحنا دائما لما أنت بتشوه لما بيكون عندك كادر بتحطه بكل المجالات فهذا بتشتت. صح. أنا لما بوجه الكوادر توجيه صحيح وبخصصه بتوقع إنه بيتفاعل أكثر وبينتج أكثر. ممتاز. انا ماليش اي لازمه هنا، انا ماليش اي لازمه، انا ماليش اي لازمه. لا لا يلا. انا بس بدي اقول شغله، انه نحن مو بحاجه بس لكوادر انه تكون ممكنه ومنظمه. نحن عندنا تقاطع بالخبرات. ايوه. بلد عنده كوادر ونفس قضيتنا. ايوه. ونفس المهمه اللي نأديها، وبلد عندنا كوادر متفرقه قواها ضعيفه. أيوة. فنحن بحاجه انه نجمع الناس حتى نقدر نحقق شيء ومن هون انطلق المشروع. كويس. بحاجه لناس، مشروع، بيئه حاضنه. ايوه ايوه. هي بتتكلم على بيئه حاضنه. يبقى احنا اتفقنا اننا عندنا كوادر، كوادر متفرقه متخصصه في مجالات مختلفه، لكنها مش متجمعه، ولكنها ليس عندها رؤيه، ولكن ليس لها بيئه حاضنه. يبقى احنا التحدي الكبير اللي امامنا اننا نحاول نجمع هذه الكوادر ونجعلها ونجعل لها بيئه حاضنه، من خلال جمعيه، من خلال مؤسسه، من خلال اننا نتفق مع بعض ان نعمل سويا. واصعب شيء هو كيف نعمل سويا. خلاص. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، يعني ايه التعليم الغير تقليدي؟ ايه هو التعليم الغير تقليدي؟ كيف نبني التعليم الغير، يعني ايه تعليم غير تقليدي؟ تفضلي، انت ما اتكلمتيش. التعليم الغير تقليدي هو كل شيء ما مر علينا نحن في بلدنا. دائما كان تعليم التلقين. يعني ايه تعليم التلقين؟ التلقين يعني اسلوب انه بس انا بعطي معلومه، لكن ما في مهارات اخرى. مثلا في عندنا تجارب، مثلا في فنلندا تجربه قويه. كلكم فنلندا، روح على الغرفه اللي هناك فنلندا، روح مصر فنلندا، روح سوريا فنلندا. قويه جدا في التعليم. يا فنلندا عملت لنا ايه؟ بتجيب لنا جبنه وزبده. لا، في تجربة الفنلندية واضحة في التعليم، في فيلم اللي ما اسمه التجربة الدنماركية. عارفة انت كمان؟ وانت التجربة الفنلندية؟ لا، عم اقول لك، عم برر لهم انه يوتيوب ما عرض غير التجربة الفنلندية. الحق يوتيوب هو اللي عرض كده. ها الاعلام. كملي. فحتى في بالتجربة اليابانية كمان نفس الشيء، انه هذا التعليم مختلف عن التعليم العادي، فهذا اثبت انه هو اللي عم بيصنع اجيال. طيب، يعني ايه تعليم غير تقليدي؟ ها؟ يعني كل شيء ما اخذناه في الجامعات والكتب والمدارس الابتدائيه وتحتاجه كل شيء ما اخذناه في الجامعات والكتب هو ايه؟ وتحتاجه المجتمع. تفضلي. هو الاعتماد على الانترنت بالدرجه الاولى لحتى انت توصل لمصادر ما بتحلم توصل. قولي ثاني كده. هو انه انت تعتمد على الانترنت بالدرجه الاولى لتحصل على مصادر ما قادر تحصل عليها لانك موجود بمكان جغرافي خانق. ده تعريف ثاني. ها، حد ثاني؟ التعليم غير التقليدي هو التعليم التفاعلي. ايوه، بمعنى انه المعلم هو يقدم معلومات ويستجد من الطالب، ففي التفاعل زي ما احنا بنعمل كده. ايوه، هذا تقال بدايه، وبالاضافه الى المهارات التقليديه. في جزء ثاني من التعليم اتفضلي. هو التعليم الابداعي، اطرح الفكره بطريقه مبدعه توصل للتعليم. يعني ايه تعليم ابداعي؟ يعني انا ممكن اضحك عليكي، اضحك عليكي واجيب لك حاجه ملونه كده ومزيكا فيها وبتاع ده، اقول لك شوف الابداع، تقوم تقولي يا لهوي ايه ده. لا، هو الخروج عن المألوف في عرض المعلومه، يعني شفت ما يكون متحتحته. هو حتى انك تلاقي حلول. ايوه، بغير الطريقه التقليديه معتاده. معتاده. تعرفوا جزء من التعليم التقليدي ده كان موجود من 1000 سنه واستعملناه احنا فين من 1000 سنه او اكتر من 1000 سنه استعملناه فين؟ بطريقه ممنهجه تعطي الطالب الحريه في اختيار الماده
واختيار الوقت واختيار الأستاذ. فين فين قلت لك ألف سنة وأكثر فين ألف سنة وأكثر أكثر بحاجة بسيطة. أنت مشتريه أنتوا الاثنين ها بحلقات في فين في المدارس الفقهية فين في عندنا مدارس فين الأئمة وقت كان يعملوا حلقات الأئمة فين كلكم تحتحتم الأزهر أنا لا خلاص راحت عليك الأزهر ألف ألف وأربعين سنة دلوقتي ألف وخمسين ما تقولك بقى فوق الألف سنة بشوية ليه؟ لأن في كان حاجة اسمها شيخ عمود كل عمود في الأزهر وفي أروقة في الأزهر مدرسة الملكية الحنفية الأحناف الشافعية كذا كذا حتى المدرسة اللي هي إيه ما اسمه اسم الشيعية الإمام اسمه الملكية والحنابلة والأحناف والشوافع وفي ال لا لا اللي مش الزيدية اللي في الإمام في بغداد في حيين في حي اللي هو العظمية الكاظمية نعم بالك اللي هو الفقه اللي هو الاثنى عشري كان موجود هناك بيدرس كان الشيخ ده الطالب انت طالب وطالب انت طالب انت طالب بتروح هناك بتختار الشيخ تختار المادة بتختار التوقيت ده كان من ايه من اكتر من الف سنة فاحنا لو كنا بنتطحطح تحتوحة متطحطح بعد الف سنة احنا رحنا فين احنا جبنا الطلبة حطناهم في رايح فين انت جبنا ها طيب حطناهم في غرفة زي كده قفلنا عليهم جبنا لهم مدرس ما عارفين منه جبنا لهم مدرسة ما بيحبوهاش جبنا لهم مواد ما بيستسيغوهاش وفرضناها عليهم فأصبح تعليم إلزامي إجباري مجبر الطفل على أنه يتعلم مواد بيكرهها مكره أنه يتعلمها أنا ليه أدي الطفل 10 مواد وهو بيحب 3 فينجح في 3 ويجيب امتياز ويسقط في التانيين ويقول عليه أنت حمار أنت بتفهمش أنت غبي أنت غبية ليه ليه يا حشو أنت بتعمله محشي ولا ملفوف صحيح. آه هو محشي وملفوف حتى المحشي والملفوف مش كل واحد بياكله بطريقه بتعمليها واخد بالك في محشي كوسه في محشي ورق عنب وفي كرنب وفي محشي فلفل وفي محشي بطاطس وفي محشي وكل وكل محشي محشي حشوه اخر فلذلك احنا اصبحنا الثقافه اللي جات لنا ان حددت حيز المعلومه اللي بتلقاها الطفل لان هو ما بياخدش المعلومه من عند من يحب من المادة اللي بيحبها ده التعليم غير تقليدي وهل انا لازم ان ابني يتخرج من الجامعة ده بقى اللي حاجة شيء افرض الولد مش عايز يكمل الجامعة افرض الولد او البنت عايزة تطلع تشتغل اعمال حرفية عايزة اعمال تجارية من هم صغيرين احنا ممكن نلزمهم في مرحلة معينة اللي هو بالتعليم الابتدائي عشان ما يطلعوش جهلة ونعمل لهم في الحرفة بتاعتهم دورات كل 3 اشهر كل 6 اشهر لأن في طلبة مش عارفين يكملوا التعليم في طلبة عايزين يتخصصوا في الموسيقى في الأدب في الشعر في التاريخ في الجغرافيا أنا ليه أقعد أديله 20 مادة أو 15 مادة يتعلم لمدة 20 سنة وفي الآخر هو يسقط في نصهم أو يجيب ضعيف أو يجيب ملحق ها يبقى إحنا فرضين مناهج تعليمية رجلا يعني صلبة مجمدة للإبداع بتاع الطفل هو في مرحلة النمو لأن أنا مش بقدر أكتشف مواهب الأطفال علشان أجعلهم وهم عندهم 14 و 15 و 16 سنة نواة لعالم أو لعالمة في المادة اللي بتحبها وبيحبها إفرض الطفل ده عايز يطلع رياضي خلاص يبقى يتعلم كل ما يخص الرياضة كل ما يخص الشعر والأدب كل ما يخص التاريخ خلاص إيه المشكلة؟ إيه المشكلة فينا؟ فالمشكلة مش في الطفل مشكلة في مين؟ في النظام الصلب اللي احنا حاطينه. طيب غير التقليدي اللي خلاص دي كملناها. طب هل احنا نقدر نبني اقتصاد مجتمعي؟ أكيد. أكيد أنت بواثقة من نفسك قوي. أكيد. أنا بخاف من المحاميات لأنهم بيتكلموا كلام حلو. ها والفعل توبة والأصل أمشير. مين أتمين توبة ومين أمشير؟ أصطحب الآخر يعني.
انطق ما دي بقى لا ده شعر تفضلي اكيد الاقتصاد المجتمعي بيقوم على مبدا التكافل الاجتماعي الله اكبر التكافل الاجتماعي اللي هو اللي راح يوصلك بالنتيجه للاكتفاء الذاتي جبت الكلام ده منين كملي كملي وهذا الشيء بيصير بناء على برنامج أيوة. ممكن نحطه بخطه استراتيجيه نشتغل عليها بدايه مع الاسره انتقالا للعائله الاكبر لحتى نوصل للقريه وانت طالع للمحافظه وانت طالع للدوله هي وصلت بناء الاقتصاد من داخل الاسره من داخل الفرد صحيح لا من الفرد الفرد ايوه شفتي بقى من الفرد من الفرد اللي هو المواطن اساس الاقتصاد هو اللي هو مدى انتاج المواطن في وظيفته او في وظيفته هتكلم كنت احكي بنفسي انا اسفه اني اقول ضد الرأي خلاص مش مشكله انا بس بدي اقول شغله انه خلال عملنا ايوه وخلال شغلي مع انت عندك راي اخر قصدك عندك راي اخر راي اخر ايوه انه ما بشوف انه نحن عندنا بيئه مهيئه لانه يطلع عندنا اقتصاد مجتمعي لا هو احنا احنا ما كلمناش عن البيئه لسه لا لا اقصد للان ما شفنا هي القصة نحن بسوريا كانت عنا وهون شفنا إلى الآن عنا أزمة إنه نحن أشخاص ما في عنا ثقافة العمل سيدات في البيوت تستنى لسه أيوة يبقى أنت عايزة عشان تحقق ده تجدي المناخ وتغير الثقافة مزبوط جزاك لا لا مش مشكلة يبقى أنتوا الاثنين بتكملوا بعض بالعكس أنت بتكمليها وبتمهدي لها الطريق هي لن تنمو إلا بك لأن أنت لما نحب نزرع المانجا في سيبيريا لازم نغير المناخ انت هتغير المناخ وهي هتجيب بذره المانجا وانا هاكلها المشكله هي بالاسره ايوه يعني في اسر كتير اب وام هن بيحبطوا اولادهم هن ما بيعطون المجال حتى يبدعوا كويس في رجل ممكن يقمع مرته في مرأة ممكن تقمع زوجها انه ما تخليه حتى يمشي بمجال انه هو مبدع فيه يبقى المشكله عندنا احنا في الافراد الاب والام المشكله بالفرد نعم الولد بيجي هذا مثل النبته الصغيره نحن بنرعاها نحن بنوجهها اما بنوجهها بطريقه صحيحه وبنقومها او بنتركها موجهه ممكن نساهم باعوجاجها الشيء هذا انا شفته من خلال عملي ضمن الجمعيه كثير شباب كوننا فريق شبابي هو فريق تطوعي كثير منهم تساقطوا مع الوقت لما كنت اقعد مع كل شاب وكل صبيه اسالهم اتحاور معهم نقعد هيك جلسات تفاعليه حوار ونقاش يعني واحد من الشباب يقول لي بابا كل يوم بيقول لي خلي مسلك الخير تنفعك هي اللي بدها تطعمي اكل وشرب مع انه الشاب كان عنده ابداعات كان عنده فكر مبدع كان ممكن يطلع يعني اعلامي محترف الولد يبقى انت بتتكلم حده نعم ابوه حده بده يروح يشتغل معه مع مرجي نعم يبقى انت بتتكلم على بيئتين البيئه اللي تربى فيها الاب زي حالاتي انا اللي هي بيئه يعني طارده محبطه والبيئه اللي انت بتحاول تعمليها للولد او للبنت اللي هي بيئه مجمعه فهيحصل فيها تدافع يبقى انت بالتالي لابد يكون لنا رساله مع الاباء والامهات ناخد في الاطفال يبقى احنا نعمل ورش عمل للاباء والامهات حاولنا ندعي الاهالي حاولنا ندعي الابهات والامهات تعالوا نقعد نتحاور في امهات مثلا تناقشت معهم حول مستقبل بناتهم الجواز بس زواج زواج في عندك عرسان هاي هي بس نجيب عرسان هاي هي القصه كلها يلا تفضلي الاقتصاد المجتمعي يبنى عادة على او الافضل يعني يبنى على مشاريع صغيرة ايوه المجتمع اليوم دائما احنا المجتمع الدولة بتقوم على الاقتصاديات الكبيرة المشاريع أيوة. الضخمة في الحقيقة هي لا المشاريع الصغيرة هي اللي بتخلي بتستفيد منها أيوة. دولة اكبر واكبر شريحة من المجتمع المشاريع الصغيرة تعرف معناها ايه؟ معناها ان كل واحد في المجتمع بيشتغل معناها ان مفيش بطالة معناها في دورة رأس المال بتلف حوالين الف وبه وجيم ودال معنى رأس المال بتاعك 10,000 ليرة زائد 10,000 زائد 10,000 زائد 10,000 بقينا 1,000,000 ليرة من 20 عائلة و 30 عائلة واحنا قاعدين كل واحد فينا بيطلع من 10,000 ليرة 500 ليرة في اليوم يبقى الفرد والأسرة والقرية هلا هي النظرة اللي عم تحكيها هي نظرة يعني مثل ما بيقول نظرة مثالية ونظرة حضرتك كمان مثالية لا مثالية خليني كمل كلام اسمحوا لي كلمة فضل فضل هلا احنا لما عم نحكي على مشاريع صغيره اشتغلنا على هذا الموضوع أيوة. لما بتقول لهم انا بعطيك مثلا لهالعائله اسره مثلا المراه هي المعيل تفضلي نحن بنفتح لك مشروع صغير مثلا لا مش هفتح لها انا ولا مؤاخذه بقيمه مثلا لا لا مش هفتح لها ممكن يكون مش هفتح لها ممكن يكون مش هديها قرض شفتي بقى انا شفتي بقى انا تلم ازاي شفتي بقى انا ما هقول لك بقى شوف احنا خلينا الاسره تعتمد علينا في كل شيء
لا انت لما تمشي معها بسياسة قرض او مثلا مش حديها كيف لكن لا حد صلي على النبي صلي على النبي طب صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي يعني شغل نفسها مش لي انا هي لنفسها بدها تشتغل خلاص 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 انا دلوقتي مش في حاجه اسمها بازار البازار ده هياخدوا طاوله ياجروها في اليوم خلاص الطاوله دي هتبقى ايجارها في اليوم 100 ليره او 150 ليره انت تيجي في اليوم ده تعرضي اللي انت عندك فيه من البيت بتاعك انا مش بقول لك اعملي مشروع لان انا لو قعدت كل شويه اقول لك حد لكل واحد فيكم 10000 ليره هتخسر بعد كده انا عايزه هي تطلع شيء من عندها داخل الاسره ان تستطيع ان تعمله ان شاء الله يكون ب 500 ليره او ب 1000 ليره وكل اسره عندنا سواء كانت نازحه او لاجئه قادره على ال 500 او ال 1000 او ال 2000 او 5000 ليره كلامك صحيح ولكن لابد نجربه ازرع بفكره هذا الكلام شفت. حاول تغير له العادات والتقاليد اللي شفناها يعني اللي احنا بنتكلم عليه ايه نحن المشروع الاعتماديه على ان في مانع هيدينا قرض حسن ده عايزين نوقفه تعرف ليه لان هم اصبحوا دلوقتي مش هيشتغلوا الا ما تدينا وبعدين اصبحوا بيتهموك بايه بيتهموك بان انت بتاخدي الفلوس وبتصرفيها وبيطلعوا عليك اشاعات صح انا دلوقتي هقول لهم انا هوفر لكم ايه لذلك انا عامل اللي هو ايه في البلد عشان صوت انا واطي شويه شوف انا شوف الاقتصاد المجتمعي على سوق القريه ده اتعمل بازار سوق القريه اتعمل ايه اتعمل من الاف السنين صح. مش هنيجي نقول جدك وجدتك وجد جد 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 وجد ام ده عمله ما كانش منتظر ان انا اربي له خروف ما كانش منتظر ان انا اربي له بقره يعني جدتي انا طبعا جدتي ما كانش يعني الحمد لله ما كانش بقى المهم كانت بتعمل الجبنه كانت بتعمل الزبده كانت بتعمل الايه مش عارف الايه والايه 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 وتروح وانتم بسم الله ما شاء الله انتوا نساء عندكم مهارات غير عاديه مهارات مزعجه ومتعبه ومش حاصله انا ليه احط لك عشان اديك فلوس ليه غير لها فكره انا عايزك انت كجمعيه تيجي تقولي انا هعمل لكم تيجي تقول انا سوق القريه ده انا هبنيه ها سوق القريه انا هبنيه واخدين بالكم انت ممكن تعملي ايه؟ تقول لهم ايجار طاوله مثلا 100 انا ما اعرفش بكام 100 ليره 200 ليره في اليوم خلاص عشان تكفي المصاريف بتاعت السوق واخد بالك؟ وبعد كده تعملي ايه؟ تقول لهم والله الاسره اللي ما عندهاش دخل جامد انا ممكن اديها سماح لاسبوع لكن ما اديهاش فلوس مش حد فلوس ما عنديش فلوس تعرف ليه؟ لأن الفلوس حتى الاعتمادية دي جزء من الفساد وجزء من أنت بتقولك الله ده اداني 5000 ولا 10000 ليرة أكيد هو واخد عليها كمان 10000 فاحنا عايزين احنا عايزين نطلع شيء يعني احنا ماشيين في الشارع دلوقتي واحنا جايين هنا هو الصباح مش احنا كنا مع بعض احنا جايين تعالى انت هنا جنبنا لقينا ايه في الشارع هنا في المدينة؟ لقينا البازارات في التركية والنساء التركيات وحتى لقينا السوريات أيضا لاجئات عارضين المنتجات تبعيتهم على الطاولات طاولة تماما باليوم خلي بالكم انا اسجل لكم من هنا باليوم شفتوا هم اتلخبطوا ازاي باليوم انا مش عارف تعرف ليه يا خوله انا كنت هنتوب بطريقه المصريين فتبقى شكلها مش حلو خوله تعرف ليه يا اختي خوله لان انا عايز اديله الطاوله فقط وفي تجارب حصلت في المجتمعات ان اصحاب الطاولات دول اصبحوا مليونيرات طيب ليش لما كان بالداخل يشتغلوا هذا الشغل هلا بالمنطقه اللي مش عايز يجيك ليش لا خليني اكمل طيب. بالداخل لما المنطقه اللي انا نزحت لها كانوا يعملوا هذا الشغل كل اسبوع كانوا ياخذوا كل ست تاخذ اغراضها مثل ما قلت البان اجبان صوف شغلات يعرفون ويبيعون بمنطقه اسمها سنجار هذا بازار سنجار بيقولوا يوم الخميس ليش هون نفس المجتمع اللي كان نفس النساء اللي كانوا جوا انوجدوا بهذا ليش ما عم يشتغلوا هذا الشيء؟ ليه؟ هم يعتقدوا ان بيجي لك اموال لا حصر لها ولا قوه وانت بتسيبيها على نفسك على جنب ليش بتدل عليهم؟ بتعلمهم بتمكنهم أيوة. بتقول لهم تعالوا اشتغلوا يا جماعه ولكن بتلاقيهم ما في هذا ما عندهم هذا الروح العاليه ما عندهم معنويات العاليه بدهم شيء يجي لعندهم على الجاهز شيء مش حتى على الجاهز احنا في مرحله يا اخت خوله ما عندي شيء على الجاهز رجعنا لنقطه انه بناء شخصيتهم من البدايه مش مشكله ما احنا متفقين من الاول يعني هنوعي وانا ما عندي شيء على الجاهز انت عايز ما عنديش مش هديك كفاله مش هديك ما عنديش انا لان اغلب يعني القضيه السوريه دلوقتي بتنتهي الى السلام ما حدش هيدي لك جمعيه اي فلوس بعد كده
الاكل والشرب والنوم واللبس والدواء ده انسي. يوم ما يقول في سلام حصل في دمشق وخلصت، ولا جمعين من جماعه تحتها فلوس عشان تكمل المشاريع. احنا عايشين في فنكوش كبير، معانا فنكوش كبير، ولسه الناس ايه عايزه تروح تجيب من ده. ويا ابني ما تعمل ايه، علم المواطن كيف يبني اقتصاده على مستوى الاسره. وانت بتقولي في الحته دي انك تديهم سماح لمده اسبوع عشان ينجحوا، يوم تعالوا ده المكان ده بتاعك. لان بعد كده هو انا عايز اديهم التجارب الناجحه في اماكن ثانيه، ان احنا بنتكلم عنها شبكه التجربه الفنلنديه. وانا هديكم مثلا على واحد اسمه صلاح عطيه، يمكن ما اعرفش بعضكم، عمل حاجه يعني انجاز غير عادي في مصر. كانوا عايزين يعملوا مشروع تجاري في بتاع مزرعه دجاج دواجن في الستينات. هو كان رجل فقير يعني من اسره، متخرج من الجيش، مخلص الجيش، حصل ايه؟ قعد مع زملاء وقالوا كل واحد يدفع 200 جنيه مصري في الوقت ده، عايزين 2000 جنيه خلاص عشان نعمل المشروع ده. ودي قصه حقيقيه، مش حقيقيه. قولي الفنكيش اللي بيتكلموا دول اللي احنا افسدناهم باننا اكل شرب نايم، ده غلط 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 على كل الجمعيات اللي بتقول احنا واقفين عشان النازحين وعشان جايين. غلط. ثقافه مانح معفنه بتبني ثقافه الاعتماد، واخد بالك؟ 909 منهم عملوا الفلوس. فجه صلاح عطيه قال لهم ايه؟ قال لهم لقيت المساهم العاشر. قال لهم مين؟ قال لهم ربنا. حط ال 200 جنيه باسم ربنا في المشروع. فكل اللي بيخرج من السهم بتاع ربنا كان بيخش في العمل الخيري، وكلهم كانوا بيدفعوا 20% من ربحهم. فاول سنه المزرعه عملت ربح، وده صعب جدا تلاقي مزرعه دواجن اللي هم بيموتوا بسرعه تعمل ربح من اول سنه. 20% من ارباحهم بقت 40%، بقت 50%، بقت ارقام خرافيه. لدرجه انه بعد كده هو عمل مشاريع بمئات الملايين. خلاص بدا بكام؟ ب 2000 جنيه ل 10، يعني 200 جنيه كل واحد. بشوفه. فانا عايز اقول القصص دي للناس عشان يشجعوا، لازم اقولها لهم، لان انا ما عنديش فلوس. يوم ما الصدار هيتقفل ويقول في سلام في سوريا وما فيش ولا مانع هيجيك ولا مليم، انسي انسي. والعالم اللي بيتفرجوا دول وقاعدين فناكيش في مناكيش ولا قاعدين ان هو ها متخيلين ان الامم المتحده هتديهم، مش هتديهم، لان هتفتح في مشاكل اسوأ من سوريا. وواحد يعني في 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 سلم المشاكل بيقول لك نمره 1 2 3 4 5. كانت سوريا نمره 1 في مرحله معينه، هتيجي مثلا ميانمار تبقى نمره 1، تبقى سوريا نمره 5، وهكذا. فالمانع عامل زي الراجل بيعمل شوبينج بيتسوق، وانا مؤاخذه، وكانكم انتوا كلكم اعوذ بالله، مش انتوا، كاننا يعني جوز جزمه بيشتريها او بنطلون او ملابس داخليه او مش عارف اكل. فبيتعاملونا كده. انا مش عايز المواطن اللي قاعد في الحاجه دي كلها يعامل كانه سلعه. لا ولا ولا، وانتوا دوركم كده، انتوا دوركم كده. كلمتوا على التوعيه، كلمتوا على التفهيم، كلمتوا على تغيير الثقافه وتغيير الاخلاقيات وتغيير القيم. هتغير ازاي؟ ما دي الصعوبه. مش مشكلة، أنا موافق عليك دي. فلذلك لما ننظر مثل فده دوركم، دوركم إن أنتوا تقولوا لا، إحنا عايزين كل امرأة وكل شاب في البيت يكون فاعل ومفعل. تعرف الاختراع في سوق القرية ده مين اللي يديره؟ مين؟ لا مش كده كده سوق القرية، أصل أنا برضك بتحتح. هلا ممكن يكون مين اللي يديره؟ ما تدينيش، أنا سألت من يدير هذا السوق؟ الناس. مين اللي قالت امرأة؟ المرأة. مرأة. كل واحد بيدير طاولة. لا بقول لك ايه، انا قلت المرأة عن المرأة. انت مش بالنساء، انت حرة. بتناقش. لا ما في ديكتاتورية. ما طبعا الديمقراطية. كل الديمقراطية. وليها انياب، السادات الله يرحمهم بيقول لك ساعات الديمقراطية تكشل على انيابها، وليها انياب. يعني بدها مهارات للسادات شوي. لا لا لا، هو المرأة هتخجل الرجل لما يتخانق. وهتنظم احسن من الرجل. تنظيمي وحتى في مسؤوليه عند المراه، يعني دائما يعني الرجاله في شنك؟ لا مو هيك، بتصير عندها من الحاجه، يعني احيانا المراه من لا شيء بتصنع شيء، هيك طبيعتها يعني. ودي حاجه مش مستحدثينها احنا. اسمها مدبره منزل. ايوه المدبره. ودي احنا مش مستحدثينها. مين اللي كان بتمشي ماسكه السوق في عصر سيدنا عمر؟
ايوه 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 مسيبه ايوه اسمها هي ايوه ايوه ها أه؟ مسيبه لا مش عارف ها لا مو مسيبه اسمها يعني احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن شيء حصل في عصر الصحابه خلفاء الراشدين ويجوا بعد كده يقولوا لنا عيد المراه بتكلم بقى حد اسمه ايه عيد المراه العالم ايه يوم المراه يوم المراه ده احنا المراه دي عندنا من 1400 سنه كانت هي اللي بتدير السوق كانت هي اللي واقفه ورا الرسول صلى الله عليه وسلم كصخره ورا الرسول صلى الله عليه وسلم مالك انت بقى مع شريعه ايه اللي بتتكلم عنها دي جايه منين دي جايه منين لا لا انا غني عن الفكره انه الاقتصاد المجتمعي اسمه اقتصاد من المجتمع ما بجيب ايوه معنى اقتصاد المجتمع انه اقتصاد من داخل المجتمع من الفرد انا عايز الفلاح يعمل اقتصاد عايز المزارع يعمل اقتصاد عايز الحرف يعمل اقتصاد عايز كل واحد في المجتمع يعمل اقتصاد خلاص نعم جزاكم الله خير تقاس قيمة الأعمال بمدى تأثيرها في البناء الإيجابي يعني أنت إيه تأثيرك في المجتمع اديني قصة كده أنت عملت إيه في المجتمع فنستطيع أن نقيم عملك في المجتمع كلكم طلعوا ما أنتم مش قاعدين هنا عشان تدوني محاضرة ولا قارين كم كتاب كده وبتجيب تسمعوه ولا محاميات متتحتحات بتتحتحون بكلامهن أنا عندي كتير قصص قولي لي قصة واحدة اللي احنا نشعر فيها انك عملت تغيير في المجتمع. انا اولا مدرسة لغة انجليزية. والله؟ نعم. You speak English? Yes. I speak English. Okay. English مش nice. English. Nice to meet you, Mr. meet me where? Outside. okay. انا كثير بتعامل مع الطلاب هلا اول شيء بالنسبة للتعليم الغير التقليدي ايوه بتبع هي الاساليب لانه انا اصلا تعرفت عليه ايه الاثر بتاعك؟ استخدمت هاي الطرق الغير تقليدية لحتى أطلع من الشباب يعني أنا أحد الحالات بالتحديد خليني أكون محددة أحد الشباب اللي كان طالع من البكالوريا يعني من الثانوية وما عنده أي أمل أولا شخصيته كتير مهزوزة كتير كان ضعيف شخصية يعني فمن خلال الدروس وخليته هو ياخد دور بقلب الدروس اللي نحن عم نعطيها وطبعا الفيدباك اجاني منه هو شخصيا انه هو هلا انسان فاعل لحد هلا بتواصل وبيقول لي انه الفضل لك غيرت حياتي جزاكم الله هذه قصه عمليه ها الاثر عند حد فيكم تفضلي انا ممكن اشارك قصتي انا بشتغل بمركز ابحاث سياسي خلي من الجمهور اوكي انا بشتغل بمركز ابحاث سياسي فالفكره انه نحن كل شيء بنطلعه هو الى حد ما اكاديمي والموضوع اللي عم يصير بسوريا هو ما بس بيستهدف الاكاديميين مو بس هن المعنيين فيه فطلعت بخط ميديا هو بيوصل الأفكار السياسية وكل شيء عم يصير بسوريا بس بطريقة كتير مبسطة قدرت أعرف الأثر من التفاعل اللي كان عم يصير على الفيسبوك على المسجات اللي كانت عم تجي لعنا أنه شكراً عم تطلعوا هيك أشياء نحن استفدنا بهي النقطة ونحن فكانت هي كلها فكرتي كان الأعداد عندي والمحتوى عندي وكلها ممتاز يعني أثر ملموس أنا عايز الأثر معناه يكون ملموس مش مقروء ومنظر فيه تفضلي نحن عملنا حملة للتوعية بموضوع سرطان الثدي في البيوت للسيدات ويعني من عدد تقريبا 80 سيدة يعني اكتشفتوا كم واحدة؟ سنتين الحمد لله فنحن هذا نعتبر يعني نحن اكتشفنا الموضوع في أوله يعني 1.2% واحد فأنا بعتبر هذا أثر وبفرح يعني أنا كويس يعني كويس ها مين تاني كان رفع إيده؟ تفضلي طيب في بداية عملي التطوعي فتحت مدرسة للفنون القتالية للأطفال كان في عندي طفل ما بيقدر يحكي نتيجة أزمة نفسية أثناء الدرس الطفل حكى فأنا كان بالنسبة لي هي أول نشوة مو طبيعية بالسعادة نتيجة عمل تطوعي كويس ممتاز فهلأ الطفل بيحكي معي وأنا سعيدة فيه كتير كتير وإذا كان عم يشوفني اسمه أحمد فإن شاء الله سمع يا حمادة إن شاء الله طنط بتكلمك يا حمادة الله يبعث لك إياه إن شاء الله تفضلي أنا حاليا رئيس اللجنة الهندسية في هداي صار عنا انتخابات أول مرة فطلعت من انتخابات ثالث أعلى صوت أمينة سر بعد فترة أجرينا انتخابات أخرى كانت ما في ولا امرأة مشاركة فكنت أول امرأة مشاركة ومخمرة وبرعاية حكومة تركية يعني هني موجودين كانوا معنا فبعد فترة عملوا انتخابات مرة تانية وسبحان الله صدفة كان 11 سيدي وأغلبهم كانوا رجال الحمد لله بالانتخابات اخذت اعلى اصوات فكانت انه شيء شلون ويعني بهذا الحجاب انه شلون قدرتي تاسفي الناس انه حتى ينتخبوكي فاثرك من اول عمل خلى
بالمرحلة الثانية بالانتخابات. كم سنة؟ تقريبا سنتين. سنتين، يعني في خلال سنتين تحولنا من شخص فرد واحد إلى 11. وكسبنا حتى مصداقية لدى السوريين ولدى الأتراك. جزاكم الله خير. خذ أثر، أثر، إحنا عين أثر. شفتي؟ ما فيش عمل إيجابي من غير أثر. تفضلي. أنا مدرسة تربية الإسلامية في المدارس بين هاتاي وعنتاب. في عنتاب في أسهل من المسفى أحكي بهاتاي، لكن راح أحكي في عنتاب مدرسة للأغلب للأيتام، فكان شيء 70% للأيتام، وهي كان غاية الدمج مع الأطفال العاديين حتى يصبحوا يعني أقل أثر، يعني أقل أثر نفسي. فخلال سنتين، بآخر سنتين يعني طلعوا كانوا جدا فوضويين، جدا عنيفين، جدا فقير. يعني المدرسة مش مشاغبين؟ لا كانوا مشاغبين، كانوا مش مشاغبين. انت بعت باسماء الممثله، كان اسمها ايه الناس مشاغبين؟ هذيك سهيل بابلي. انت سهيل بابلي؟ انا حسناء. اي فكان فعلا وصلنا هي كان الاطفال من سن الصف الاول للعاشر. الاسباب النفسيه في كلها، في كل مراحل في هنيك يعني اثر نفسي، وحتى في فاقدين للقيم، يعني نحن طلع لما طلعوا فعلا كان في الفجوه الثقافيه ومساله النزوع كذا، ما خلت الاهل يمكن يزرعوا القيم بشكل كبير، او الاهل كانوا يعني متسهين في 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 احوال ماديه، فكان في فقر في القيم، فقر في العاطفه النفسيه جدا. خلال سنتين استطعنا انه نشوف الاثر الملموس في انخفاض مستوى العنف. ايوه بالضبط، يعني حقيقي قياس العنف في المجتمع وارتفاع مستوى القيم. يعني انا اليوم خاصه خلق الامانه، انا اليوم بقيسه في اثناء الامتحان. نعم. فالطالب هو نفسه صار يقول للاستاذ لا تسمح لي اتنقل، فكان في فعلا مستوى، او اذا شافوا الشغله او كذا يقولوا انسى هي شفناها هيك، فكان في فعلا اثر ملموس لخلق الامانه، خلق التعاون. يعني الحمد لله خلال سنتين انجزنا، وكان حب لماده الديانه رائع. يعني اذا بدخل انا صفقة تصفيق عجيب، ولا الآن طلابي يعني بخلص. جزاك الله. يبقى احنا كده شفنا ان العمل في المجتمع لابد يكون اثر، ولازم نقيس الاثر بتاعنا في كل مجال احنا عملنا فيه. خلاص ده كده صح ولا ايه؟ طيب، خصائص بناء او بنات المجتمع، دي بعض الخصائص. يعني ايه نؤمن بالمجتمع؟ يعني ايه نؤمن؟ يعني ايه ايمان؟ عنده امل. يعني تفضل، يعني ايه يكون عنده امل في بناء المجتمع، في بناء الكوادر؟ يعني ايه ايمان؟ يعني يكون عنده ثقه انه هو راح يكون في له تاثير. كم نوع من انواع الايمان اللي عندك؟ عندك كثير بس انت ظبطيهم وحرجع لك ثاني. هلا مثلا راح احكي، انت شفت قلت لك عندك بس انت ظبطيه. راح احكي من تجربتي كسوريه بالمجتمع السوري. انت لسه سوريه؟ طبعا ساظل وسابقى. ساظل وابقى سوريه. ايه شايف، هي ساظل وسابقى، هي نوع من انواع الايمان. نحن هلا برغم كل شيء عم يصير عندنا بالمجتمع السوري، عملك حزب لا لا ما بدي احزب، بس نحن هلا برغم كل شيء عم يصير بمجتمعنا، قد ايه صار في عندنا دمار، قد ايش في ناس صار في بقلبها قهر وصار في كذا، بس نحن لسه عندنا امل انه رح نبني ورح نشتغل ورح نرجع من اول وجديد. هذا هو الايمان. انت لما بتكون تحت بنقطه الصفر عندك ايمان ترجع تطلع ان شاء الله. ها الإيمان كم نوع؟ الإيمان أول شيء واحد إنه يكون هو مؤمن بنفسه وعنده رسالة، مؤمن بالله قبل كده، مؤمن بالله طبعاً، وإنه عنده أيوة هدف العطاء، ومؤمن بنفسه صح؟ عنده رسالة وعنده شيء يبدع فيه وبالتالي يوصله للآخرين. جزاكم الله خير. ها نؤمن بالمجتمع، يعني إيه إيمان بالمجتمع؟ الأخت يا صغار ما أنتوا الاثنين شريعة. ها ها أنت كنت مش أنت شريعة؟ لا هي مهندسة. أنت مهندسة؟ أنا ناسية. بعدين هتدرسي يعني هندسه شرعيه؟ لا او شريعه هندسيه. لا بعدين صرت تدرسي. انا المجتمع انا اؤمن بانه المجتمع قادر على التطور، قادر على النهوض من اول. انت تؤمني بهذا؟ ايوه انا اصدق. نعم يعني عندي ثقه، يعني حيتطور ذاتيا بدونك؟ لا فيني في غيري، يعني مش ذاتيا دي فيني او في غيري او باي جهود في الحقيقه. اذا كان في ناس حقيقة مؤمنة بثقة بإخلاص، نحن نحتاج إلى كفاءة ونحتاج إلى إخلاص فعلا لنصل أي مجتمع ممكن ننهض فيه إن شاء الله. تفضلي يا مهندس. بس أضيف شغلي، مو بكفي أنا أؤمن بالمجتمع، لازم يكون هو مؤمن بأنا شو ممكن أقدم له. هو إيه المجتمع اللي حيؤمن بك؟ يعني أنا جزء من المجتمع، فهي شيء متبادل. هل كل مجتمع الأنبياء كان مؤمن بالأنبياء؟ لا. شوف انت قدرتك على انك تؤثر في الناس وتخليهم يؤمنوا بقضيتك شيء مهم جدا. ما دام هم فلذلك فشوفي، شفتي انت اسمك ايه؟ صبا.
سبا بسم الله ما شاء الله. شفتي أخت سبا، وظيفتك امتداد لوظيفة الأنبياء والرسل اللي قتلوا وشردوا وعذبوا وكذا 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 ومحدش وما آمن بيه محد كذا. فده اللي احنا نقوله، المجتمع آمن بيه أم لم يؤمن بيه دي مش مشكلتي، بس مو ما حدا آمن أبدا. أنا بتكلم عن المجتمع دلوقتي. إيمانك بالمجتمع سيجعل بعض من هم في المجتمع يؤمن بك. زي مين؟ مؤمن سورة ياسين ومؤمن ألف العون. مؤمن سورة ياسين عملوا فيه إيه؟ كان الرجل عنده جزام وكان في آخر المدينة، فجاء من آخر المدينة لازم يسعى. ولما جه سيدنا موسى مش كده برضك؟ صح مش كده؟ لا مش على مؤمن سورة ياسين. طبعا وجاء من اقصى المدينه الرجل فجاء المرسلين من سيدنا موسى الناس، فلما دعاه ربنا وشفاه فامن. فلما قوم هذا الرجل اللي هو من مرسل او المرسلين يعني كيف عملوا فيه ايه؟ كيف قتلوه؟ طرحوه في الارض وداسوا عليه. في بعض الصور تقول لك او قطعوه او حرقوه او كذا، بس اسواهم ان هم داسوا عليه كلهم الى ان خرجت كل الامعاء بتاعته من فمه ومن دبر، ورموه في بئر. كان اسمه البئر اسمه ايه؟ ان هم اصحاب الرس، رموا اسمه الرس. فده مؤمن مين؟ سوره ياسين. مؤمن الف العام انتوا بتعرفينهم. فدول ما امنوش، يعني راح يدافع عن سيدنا موسى عند فرعون. عملوا فيه الافاعيل وكان قريب فرعون، كان من المقربين لفرعون، واللي هي كان زوجته مين؟ اللي هي مشطة لا زوجة الرجل اللي هم من آل فرعون، اللي كان مشطة ابنة فرعون. فلما ننظر على المجتمع لفظهم، لكن مين اللي خلدهم؟ القرآن. صحيح، بس إلا ما يطلع ما في إنسان ما بيؤمن فيه أبدا أحد. فأنت ما لك قدرة على التأثير، لازم يؤمن لو شيء قليل، أنت شوي شوي بتكتره. هاي شكرا. صليت على النبي؟ في 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 رسل وأنبياء ذكرهم القرآن؟ وفينا ناس جاي هيجوا قبل ربنا كأنبياء مفيش حد معهم، مش حد خالص، صح ولا غلط؟ في هي أصلا إنه لازم المجتمع يآمن بالرسل. هي بتكلم على المجتمع. هي لا هي مقبولة، يعني هي لازم الأول شيء الرسل يجوا. أنت كمان ما رح تداي شيء. الرسل نحن ما محسين شو بيحنوا الرسل، ليش؟ مو بشكل. لكن شوفي أنا على أقول لك أنت. لما تنطلق من المجتمع، أنت بدك تنطلق من حاجات المجتمع، أنت لما بدك تلبي شيء للمجتمع إلا ما يؤمن فيك لو جزء بسيط. قدرتك على الصبر على هاي الفئة البسيطة لتكتر أكتر شوي شوي. طب السؤال ليك، هل في تاريخ الأنبياء اللي ربنا أرسلهم سبحانه وتعالى والرسل إحنا مش عارفينهم أسمائهم، هل كلهم آمن بيهم بعض من في المجتمع ولا لا؟ طب بشكل عام الرسل آمن فيهم قليل. قد لا يكون. قد لا يكون. يبقى بالتالي انت مهمتك انك توصل رسالتك للمجتمع. تماما. امنوا بيكي وما امنوش مش مشكلتك، مو من اول مره انك بس بعدين امن. لا ما هو شرط مختلف، في انبياء بدون ما يامن ولا واحد. يعني هم بداوا يامنوا بغلام سوره البروج بعد امتى؟ بعد كثير من السنه، بعد ما مات. تماما. واخد بالك؟ فقال انك لست بقاتلي الا 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 ولما مات واخد بالك وسمع كلامه امن فحرقهم الملك بتاعهم خلاص. نعم. هو اللي آمن في المجتمع. بس بشكل عام. لا ما انا بتكلم عنك، ما احنا بنتكلم عن انا مش بتكلم على شيء عام. في رسل ذكروا ورسل لم يذكروا ورسل امنوا بيهم ورسل لم يؤمنوا باحد. هي شيء نسبي. ما هم مش مختلفين، ما انا مش مختلف معك. طيب ده هل يعني ايه رساله؟ احنا دلوقتي كلكم هتبنوا مجتمع. عندكم رساله ولا ما عندكمش رساله؟ ويعني ايه رساله؟ ما معنى كلمة رسالة؟ مهمة. فضل مهمة. إيه تاني؟ فكرة.
خصوصا بالنسبه للنساء، شو بدي لك شو اللي عليكي، كيف تستخدمي حقك بالقانون، شو هي الادوات اللي ممكن تشتغلي عليها لتقدري توصلي لحقك. هذا المنتج انه موجود كويس. انا اؤمن بقدره الافكار على تغيير في جدال المجتمع. يعني مثلا انا اليوم في قضايا كثير مطروحه من مساله الشريعه وعداله وضع المراه فيها، نفس الاسلام بالنسبه للمراه. فانا في احد التجمعات فانا قدرت انا يعني هنا حتى قالوا لي خبروني الاسر الرجعي انه فعلا انه الشريعه بتكامل عادي مع المراه جدا. فانا كنت اوصل هذه الرساله وخاصه هذا اوصل في فكره الالحاد وما الالحاد، وقدرت انا اوصل لدرجه في بناء في عدم نطاق ضيق من النساء يعني في حلقتي انه اقتنعوا بأهمية إعادة تفكيك الإسلام بأساسياته حتى نبدأ نبص فيها. أنا وصلت إلى المنتج. لا المنتج حتى على المنتج. نفس الشيء المنتج أفرادي بفكري إن أنت عم تنشر فيه وعي. فأنت دائما إنتاج كل أفراد تيجي بخذ منها لأنه مو بس مو بيجي وبتصير عليه، بتصير على عيب وعلى أشخاص ثانيين. أي منتج ثاني؟ منتج تعليمي. كويس. علمت كم واحد بتلوين بالزين؟ يعني كان 15,000 طبعا. طب ها لذلك قم للمعلم وفي تمجيدا كان المعلم ان يكون رسولا. طيب احنا وصلنا بقى يعني قلنا بعض الخصائص في بناء او بناء المجتمع. هنا اعدت صفات الشخصيه دي اعرضوها على انفسكم او انفسكم اللي هو التواضع، الإخلاص، الاجتهاد في العمل، الصدق إلى آخره. معناها إيه في كل واحدة بيننا؟ يعني أنت بتقعدي مع نفسك أعرضي الخمسة دول أو الستة أو السبعة أو الثمانية إلى آخره. كيف تشعري إنك أو متواضعة أو ما هي الوسائل التي تصل بك إلى هذا القدر؟ تعملي إيه عشان توصلي إلى ده؟ كوني صادقة مع نفسك، كوني مجتهدة في المجتمع، كل مخلصة للناس، كل متواضعة، ها تخفض الجناح للآخر. إزاي بتصير الأمر ده؟ الاحتكاك بالناس. لا الاحتكاك بالناس. قال لي من واحد. شعور بالمسؤولية. شعور بالمسؤولية نمرة اثنين. الإيمان بالله. ثلاثة. كنت هقول شعور بالمسؤولية. شعور. كم كفر تجاه الآخرين ها؟ تقبل الآخر واستفادة من الحوار معه. تقبل الآخر واستفادة. القدوة والمرسى. ما حدا بيحس بهذا الشيء غير الدارس العملي. بصر عملية. ايه تاني؟ هلا بتنزل ندخل بين الطبقة الفقيرة. كلنا فقراء. بدخل بيناتهم بتعيش معهم وآخر شهر نايم بيناتهم وانت ساعتها بتحس حالك انت قديش وصير جنبهم. شفتي؟ اديكم مساعة عادي. هاد بس بتتكلمين. طبعا استعانة بالأول شيء. استعانة بالأول شيء. ايه وقراءة سير الناجحين. كويس. هيك كويس كويس. اديك بس على نقطة بدي لك. كان في شاب من الشباب بيشتغل في منطقة في مصر صناعة الشرابية عنده جمعية. ففي يوم من الأيام أرملة زوجها مات كانت بتكفل ثلاث أطفال. خلاص ده عادي يعني مش في أي مكان يعني سوريا في مصر في العراق في لبنان في أي مكان. ففي اليوم اللي بعدها بكام أسبوع المرأة جات له ولقى إنها عندها خمس أطفال. أنا مش عندي طاقة أتفق. قالت له آه. قالت له جبت من دون قالت له رجالي. قالت له أرملة. قالت له رجالي ومراته ماتوا في حادثة. أنا هسيب الأطفال لوحدهم أكل. فأنا أخذتهم عشان رزقي ورزق أولادي على إيه؟ علينا إحنا. فده إيه اللي هتتعلم من الفقير؟ الفقير أكثر رحمة على الفقير منا إحنا. فالست اللي عندها ثلاثة قالت له خمس. تبقوا ست إيه المشكلة؟ اللي هيرزقهم هو اللي هيرزقنا. ولد الثلاثة يساوي خمسة، والخمسة يساوي سبعة أو تسعة. في أمر ثاني أنتم ما قلتوش عليه، علاقتك إيه مع ربنا؟ العلاقة الخاصة. بس العلاقة العامة. العلاقة العامة قدام الناس أنا بروح أصلي في الجامع. أنا بسمع خطبة الجمعة، أنا بروح أصلي الجمعة، أنا لابس النقاب، أنا لابس الخمار. طب وبعدين علاقتي الخاصة أنا ممكن أكون لابس خمار زي كده. لكن علاقتي بيني وبين ربنا كذا. وهكذا. فاحنا لابد نقوي العلاقة الخاصة التي لا يعرف عنها أحد شيء إلا أنا ها؟ والله ومن معي في الغرفة من عباد الله.
المكارم ربنا، المصالح ربنا، المعقيم الليل، هي دي اللي بتقال اللي بتقال اللي بتنظف القلب من ايه؟ من امراض القلوب وامراض النفوس. فلابد تكون جزء مهم جدا من انت كيف تكوني يعني قريبه الى الله. فان كنت قريبه الى الله اقترب منك المجتمع. فان كنت قريبه من الله اقترب منك الناس. فان احببت الله حبب الله فيك الناس. وان عبدت الله حق عبادتك جعلك مكرمه بان تصبحي خادمه لكل الناس. يعني انت هتبقي خدام. ها؟ بس بشرط تستطيع ان ترتقي لمستوى الخدمه التي تجعل الفقير يرضى عنك، فبالتالي ان رضي الفقير عنك رضي الله عنك ووضع على كتفيك وسام الخدمه. مش هتكوني ها؟ سيد القوم خدمه. بس انا بتكلم اداء. الاداء في جزء منه بينك وبين ربنا خاص. هل انا بناجي ربنا سبحانه وتعالى لما اقعد معاه؟ ولا لما بطلع قدام الناس بتكلم مع ربنا هو كلام حلو وبتاع ده وبعدين وانا عايز ورايح في البيت بعمل حاجات ثانيه؟ صحيح. كبر مقتنع عند الله ان تقولوا ما تفعلون. ما لا تفعلون. ان تقولوا ما لا تفعلون. ده جزء من النفاق اللي نادوا نفاقكم. خلاص يا شباب؟ كل الصفات دي كلها ركيزتها العلاقه الخاصه بيننا وبين من خلقنا. كلما تعمقت العلاقه كلما ارتفع بناء شخصيتك في المجتمع. عارف معنى ايه ارتفع؟ تاثيرك في المجتمع سبحان الله. اذا ما كان الانسان صادق بينه وبين ربه. انا قلت كلمه مش عارف اشرحها ازاي. كلما ارتفع بناء شخصيتك في المجتمع. بنائك انت في المجتمع. بالعكس. في الانجليزي the more you go deep the more you go up. شور؟ معي. معي بس بالانجليزي ولا بالامريكاني؟ خلاص؟ خلاص دي بالنسبه دي بعض الخصائص خلي بالك مش كل الخصائص. بعض وما في اني اعدي على بعضها؟ احبهم الى الله انفعهم الى الله. جزاكم الله خير. طيب يعني ايه كلمه صناعه؟ اقروا المثلث قبل او المهرم قبل ما تتكلموا فيه. ان الاخت رباب ولا اسمها بنان سامع اسمها بنان اخت بنان زعلتها عن النهارده الصبح ليه؟ لانها قالت التعريف من غير ما تقرا الهرم. ها ادي الهرم قدامنا اهو. انا قلت صناعه. يعني ايه صناعه؟ نتكلم على تدرج في بناء هذا الهرم. وانتوا اللي هتبنوا هذا الهرم. انتوا بعد تدريب 7 اشهر او 8 اشهر ما تجوش تقولوا احنا ايه غير قادرين او غير قادرات. يعني ايه صناعه؟ احتراف. ها اعلى. ها كمل كمل. ها يكون عندك مين المصنعين؟ هذول اللي عنده الخبره يعني بيقول لك هذول معتقين. انا ما فيش مصنعين. لا مثلا ركزي معايا. معتقين يعني هذول ركزي معايا. أقول صناعة مش صناعة. صناعة تحول موارد إلى منتج يعني. كويس. تمام كنت شخص على أسس صحيحة. كويس. الصناعة هي بناء على القدرات. بناء على القدرات. حد ثانية كانت في صناعة؟ كيف بس منتج ناتج من بناء القدرات. منتج ناتج من بناء القدرات. طيب. جاهز. جاهز. احنا بقى نبص في الهرم ده. ونتكلم في العمل الخيري اللي احنا بنشتغل فيه. العمل الخيري احنا مش عارفين ان كل مخلوق من خلق الله في قلبه الرحمه وفي قلبه حب عمل الخير. حتى الحيوان، حتى الطير، حتى كل حاجه. حشرات الى اخره. ناهيك عن ان الانسان نفسه في قلبه حب عمل الخير، واضح؟ متفقين؟ لما بتحصل كارثه بنعمل الهبه والفزعه. ردة فعل. الحاول بس اتحرق، الحاول بس وقع، الحاول فيه فيضان، الحاول فيه واحد مات وساب ايتام الى اخره. فزع اللحظيه دي لانها بتمثل مدى ايماننا بالحب الخير اللي ربنا زرعه في قلبنا. لان لو الانسان لو المخلوق اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش الخير عمره ما هيبقى مجتمع.
لذلك من يهدم مجتمعاتهم أعداء إنسانية وأعداء فكر. يبقى ده بيتعبني. أنا بعد كده حبيت عمل خير وأصبح ليا في الموسم في أيام الزكاة في رمضان أو الأضاحي أو الحصاد بوزع زكوات وبوزع حاجات على الفقراء. وأصبح عملي تحول من ردة فعل إلى شيء مبرمج شوية بالموسم. شو مثلا أنا بزع مانجا، أنا بزع بربي حيوانات وفي الربيع إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فبطلع إيه؟ في الموسم ده بطلع الزكاة بتاعتي أو الصدقة بتاعتي أو إلى آخره. خلاص؟ وبعدين أصبحت تعودت عليه فأصبح العمل الخيري بتاعي تقليدي. ولو أنتوا قلتوا إيه المشاريع اللي بتعملوها كل سنة هتلاقيها زي بعضها. مين شكلت لكم العمل الخيري؟ اللي هو تربية كفالة الأيتام، إفطار رمضان، شرطة كذا كذا، عارفينها كلنا. 10 12 مشروع بنعملهم وأغلب المانحين اللي من جهة معينة بيديهم لنا. واخدة بالك؟ بعد كده هو اما نتكلم انا بعد انا كانسانه بشتغل في حاره او على مستوى شارع او اول اخره لقيت ان العمليه بقت كبيره فحولتها من عمل فردي لجمعيه. عملت الجمعيه اللي هي منظمه دي. المنظمه دي اصبح ليها مجلس اداره، اصبح ليها جمعيه عموميه، اصبح ليها ملكيه اللي اعضاء مجلس اداره. ليها قوانين، ليها كذا ليها كذا ليها كذا. خلاص؟ بس محدوديتها على انها بيملكها يملك الجمعية من أعضاء الجمعية العمومية. أنا عناية ليك. أشرب اللي أنت جبتيه، أنت جبتيه أحلى شاي وأحلى قهوة. وأحلى كل حاجة. ها؟ البس الكبيرة دي. شكرا. يبقى معنى كده هو من يملك الجمعية اللي هم الجمعية العمومية. لما قد يكون 50 40 أو 30 إلى آخره. ده من حق التنظيم. الشيء اللي احنا بنقع فيه كلنا اللي هو الحوكمه داخل الجمعيه. من يعين ومن يختار وهل يعين على اساس معايير او يعين على اساس الشفافيه ولا لا؟ خلاص؟ دي مش دي المعضله اللي احنا واخدين فيها كلنا، مش بس جمعيه واحده او مجموعه او السوريين فقط، كل الجمعيات تعمل كده، حتى جمعيات غير اسلاميه. واخدين بالكم؟ يبقى هنا الملكيه في الجمعيه يا شباب للجمعيه العموميه. هل احنا كلنا عندنا حرفيه وايه معنى الحرفيه؟ ليست جميله. ها؟ ليست جميله. ها؟ اتقان عملنا. لا لا بس خلاص، هل احنا عندنا حرفيه في عملنا؟ هلا الحرفيه هي العين والشفاعه اللي بشكل عام. رغم الكلام بشكل شخصي بشكل عام. لا عام. بشكل عام لا. بنسبة يعني بدك تقول يعني 10% أو 15% اللي بيقوموا بيعملوا بطريقة اعترافية، أما الباقي لا بيعملوا بطريقة اعترافية. يعني امتلاك المهارات وامتلاك المعلومات الكافية. كويس. كويس. أنا عندنا إحنا يعني ما عندناش احترافية كاملة. لا لا بس تكون الاحترافية هي تخصص، بمعنى أنه تخصص. بمعنى أنا ممكن أروح على مثلاً منظمة مؤسسة دعم المرأة لأنه بعرف هنا اللي بيشتغلوا أو بيقدموا هي الخدمة دوناً عن غير، مع إنه في عدة منظمات بتقدم نفس الخدمة، بس أنا لأنه مثلاً مؤسسة دعم المرأة هي متخصصة بهذا الشيء فأنا بروح لها، فهي من هون قد تأتي كمان الحرفية، لأنه ما بالضرورة تكون هي الصناعات اليدوية أو بمعناها لا احتراف مش حرفية. احتراف لو بروفيشنال. حرفية. لا 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 احتراف بروفيشنال. خلاص؟ ايه خلاص هاي. انا بضيف على زميلتي انه هي تكرار بالعمل وحطيت فيه قيمه مضافه اللي شيء بيميزني عن غيري، فانا هون صرت محترف. كويس. طيب تفضل. المهاره وابداع وخبره. للتعريف. اي ما بعرف يعني كاحتراف مع رغبه، دائما احترام بدون رغبه. كويس. يبقى احنا بنتكلم احنا عرفنا مين المنظمه يعني ايه اللي هي بتمتلك المنظمه الأعضاء الجمعية العمومية لما قد يكون عدد محدود على حسب يمكن 1000 مثلا أو 2000 لو كان في اتحاد أو انقباض إلى آخره إلى آخره. الاحتراف عندي اللي هو الإحسان. أعلنت جزء من الرغبة. ها؟ جزء من الرغبة. الإحسان معناه إيه؟ أنك تراقب الله وتجعل ده رقيب في عملك، مهما كان العمل بتاعته ده ايه؟ هلا كمان مش بمعنى انه الواحد انه يحسن ويتقن عمله على اكمل وجه مش يرضي ضميره. ايوه. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا عارفين كل اللي انت بتقوله صح.
وكل اللي بتقوله جزء من برامج لكي اكون حرفيا تكنيكال ممتاز. لكن انا عايز اصل التعريف والقاعده اللي انا اقف عليها اللي هو الاحسان. حتى في الذبحه احسن احسن الذبحه يعني شربوا الخروف شربوا المعزه دلعوها اكلوها واخد بالك وهكذا واخد بالك. فلذلك بس عشان اخذ الحته دي اياتها الشرعيه يا ام الشريعه يا ام الشرع ها شرفني والله انا برضه كذلك انا ازلك بس لا ارتقي ليك لا وين انا فالحرفيه هي الاحسان. اللي يجي يقول لك الحرفيه يقول لا يعني لي طب معناه الاحسان الاحسان هو ان اراقب الله في عملي ويراقبني الله في عملي وان يكون الله معي في كل خطوه وهمسه في هذا العمل. ده معناه ايه؟ اني كنت قاعده في الشغل 8 ساعات هتشتغل 8 ساعات وانت خارجه تقعدي مع الاطفال بره عشان تديهم اكل وشرب هتحسني اليهم بالبسمه بالحضن بالكلام الحلو بكذا بكذا بكذا. كل ده هو ده الحرفيه. الحرفيه مش محاضره. الحرفيه مش ورشه عمل. ضحكوا علينا كتير وقال لا تعالى هديك عشان تبقى حرف ازاي؟ بيديك برنامج كويس عايزه بس مش ده اللي هيغير شخصيتك. اللي هيغير شخصيتك غير شخصيتك هو ان تحسني بمعنى الاحسان الذي نعرفه عن طريق مصطفى صلى الله عليه وسلم. هدي مصطفى. أن تجعلي الله رقيبا عليك وتكوني أنت رقيبة على الله. معنى إيه رقيبة على الله؟ إن أنا بقول له يا رب شوف أنا بعمل ده. كيف يرضى الله عنك وترضي عنه؟ بجد كان ده من نمع الحديث ده لسيدنا أبو بكر لما قال لسيدنا محمد راح لسيدنا أبو بكر وقال له إن الله يقبلك السلام يا أبو بكر. ها؟ تخيلي بقى اشيل الجاكيت بقى انا نحت الجاكيت دلوقتي خلاص. تخيلي بقى ان ربنا نازل كده. اسمك ايه انت؟ حسناء. حسناء. والاخت صبا. وانت؟ رزان. ريم. ديما. ديما كان في ديما هناك برضه. سهلاء. سهلاء. زهراء. زهراء. وجيهان. قولة. مين جيهان؟ طيب. تخيلوا كل واحدة منكم ان ربنا نزل بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يقبلك السلام باسمك. وبيقول لسيدنا محمد ايه؟ أأنت راض عني يا أبا بكر؟ أأنت راض عني يا خنساء يا حسناء يا ريم يا ديمة يا خولة وهكذا؟ تخيلي؟ يعني معناها ايه؟ معناها في لان ربنا يعلم وهو علام الغيوب ماذا فعل ابو بكر في ماله. ولما كان في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس بعد ان تبرع بكل ماله فاللباس ما كانش نفس اللباس والاكل ما كانش نفس الاكل الى اخره. فانت راضي عن حالك يا ابا بكر الان بعد ان اعطيت كل مالك لله ولا لا؟ هي دي الحنفيه. ايه دي الحرفيه اللي احنا مش عارفين نفهمها؟ ان اللي هيجيلك ليه؟ لانك اديتي عملك باتقان. لانك اديتي رسالتك باتقان. لانك اقمتي بدورك بحماس واخلاص. فلذلك ربنا حبب فيك الخلق وراضي عنك وانت راضيه عن الله سبحانه وتعالى. دي الحرفيه. الحرفيه مش مجرد ورشه عمل او واحد معدينا محاضره او بعض الحاجات ايوه محتاجينها. محتاجين كل هذه الاشياء عشان نعمل خريطه الطريق، لكن اصل الحرفيه هي العلاقه في الاداء ما بينك وبين المستفيد وما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. دي الحرفيه. لتجعل انتاجك اليومي 8 ساعات. مش ساعه او ساعتين او نص ساعه، او تروح تنام الصبحيه وتاخد مرتب وتمشي، حرام. لان حتى لو انت مش راضي عن الحكومه انت واخده 1000 ليره في اليوم ولا 100000 ليره في الشهر علشان تؤدي كل يوم 7-8 ساعات صح؟ ليه انا بقعد ساعه وساعتين وامشي؟ يبقى انا مخله بالعقد وانا احاسب امام الله سبحانه وتعالى حتى لو كان كل اللي حواليا فاسده. انا مالي انا اللي حواليا بيزني او بتزني او بيشرب الخمر او بيسرق وانا مالي بيه؟ انا لا ازني ولا اشرب الخمر
ولا عصبك ولا 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 الى اخره. تفضلي. يا ترى السياسية. كنت رح اقول شغلة قولي. صارت من هيك فترة بالنسبة لنفس النقطة اللي كنت حضرتك عم تحكي. الحرفية؟ ايه الحرفية. قديش عدد من المنظمات الإنسانية اللي كانت تنزل على المخيمات وتصور الأشخاص وهي عم تعطيهم. حاضر. قديه كان هذا الشيء مؤذي. أيوه. قديه كان غير شرفي. أيوه. ما فيه إحسان. أيوه. فيه مذلة. أيوه. فيه ضيق وفيه كل هاي التفاصيل ونحن مرينا فيها. ونحن كنا عم نفوت على صفحات الفيسبوك وبنعمل لايك. طيب قول لي في دي بقى. ليس من حق اي جمعيه. صحيح. اسمعيني انا هودا واللي بيسمعني مش عاجب كلامي ما يسمعنيش. ان تصور محتاج دون ان يسمح لها بتصوير. طبعا. وده قولوا للناس قولوا مش عايزين معوناتك. صحيح. مش عايزين اكلك وشربك. انا انسان زيك. امتحنت ببلاء فصبرت. انت امتحنت برخاء فلابد تصبر عليا. لكن تيجي تاخد الصوره علشاني لا. انا مش سلعه، انا مش جوز جزمه، انا مش بنطلون، انا مش مجرد صندوق، انا مش رحم، انا حياه، انا روح، انا مستقبل، انا حلم، انا انسان. بغض النظر حتى الحيوان لابد ان احسن الحيوان. حتى الطير لابد ان احسن الطير، حتى البيئه حتى لابد ان احسن. النبي صلى الله عليه وسلم منعنا ان نتبول في المياه. ها ده مش ليه؟ ده مش عارف مش ميه. ها او نتبول في او نتبول تبرش على قناه الطريق مش ده البيئه والامراض الى اخره الى اخره الى اخره. فلذلك قولي له لا الا لو كان الطفل او الام او الاب وافق على هذا. في نقطه كثير سمعت اللي تسمعوني مره الاولى دي قلتها بالاردن بالتركي يعني غرفه. ها سامعني؟ مش انت تقف ورايا ليه؟ حبي سوي اتفضلي. في نقطة مهمة كثير انه خلال ثمان سنين صارت انه نحن خاصة بالنسبة للايتام والناس المحتاجين انه بسبب المنظمة بسبب الجمعيات بسبب موضوع كفالة اليتيم وتقديم المساعدات له علمناهم يكونوا مسؤولين وبلا كرامة. هذا الشيء جرحني من فترة كنت بزيارة أحد دول الإيتام بفعالية عم نأديها. اللي فاجأني إنه الكاميرا كل ما تمر على مجموعة الأطفال من لا شعور بيطلعوا بيبتسموا بيغنوا محمد نبينا، يعني حافظين الدرس حافظين الدرس. أنا انزعجت كثير على هدول الأولاد. تضايقت كثير إنه ليش علمنا أولادنا هيك؟ هدول الأولاد ما لازم هدول الأمانة برقبتنا، لازم نشتغل عليهم صح، لازم نزرع فيهم كرامة وعزة النفس، ما نعلمهم إنه ينزلوا لحدا يجي يقدم لهم مساعدة أو كفالة. طيب أكمل على ذلك من حب جانب. ما المانع الذي يأخذ منه راتبه هو مال الفقير، فالذي يدفع مال الموظف اللي جاي لك هو الفقير. ولولا الزكاة دي والصدقات ما أردت لهذه الجمعية ما دفع راتبه وما علم أولاده وما اشترت تذكرة الطائرة، فهو خادم عند الفقير. يبقى نحن أجراء لدى الفقراء. لكن مشكلتنا هي يا بنات إن احنا بنقعد عشان محتاجين الفلوس، فكل واحد فينا بيشتغل لوحده. لكن لو كلنا وقفنا وقلنا في ميثاق لكيف نستعمل الإعلام ونحافظ على كرامة الممتحن، بتعمل ألف وبه وجيم ودال وكلنا نقولها. لأن الرزق بيروح للمانع من عند ربنا. أبدا أبدا أقولها لأي حد. ده احنا عايزين نتعلم كأنت محامية وأنت سياسية وإعلامية، نتعلم إننا نقعد مع بعض نتحد على رؤية أو نتفق على رؤية. خلاص انت عايز تكلمني؟ يبقى احنا بنتكلم نرجع احنا بنتكلم عن النقطه. بنتكلم في الحرفيه. يعني احنا وصلنا بان الحرفيه ان البروفيشناليزم اللي هي الاحسان، والاحسان معناه انك تراقب الله والله يراقبك في عمل. خلاص؟ تدخل فيها شده الاخلاص يعني. اما هذا الاخلاص جزء منه. شوف انت في الاصل احنا قلنا الاخلاص الاول. بعد كده هو ايه الفرق بين عمل المؤسسه والعمل الجمعيه المنظمه يعني؟ من الذي يملك المؤسسة ومن يملك الجمعية؟ ها؟
يعني اكلمك مع السبب يعني اكلمك جمعية. ها؟ المؤسسة. ايوه صح صح اللي انت قلتي صح. انا ليه فاونديشن او ليه نوت انستتيوشن؟ الفاونديشن ممكن تكون انت عامله انت من الغلبانيه وعامله من الملك مؤسسه لنفسك دي بتاعتك انت. اه جمعيه خيريه يعني؟ اه طب ما جمعيه خيريه اه اللي هي منظمه اللي هي جمعيه خيريه. والمؤسسه اللي هي الانستتيوشن مش الفاونديشن، الفاونديشن ممكن يكون انت عامله لنفسك الجمعيه او بسميها فاونديشن ودي معناها انها مالك بتتصرف زي ما انت عايز. بس وفق المعايير بتاعت وزاره الشؤون الاجتماعيه او الجهه الرقابيه. اما الانستتيوشن زي ايه مثلا؟ زي جامعة هارفارد، زي هوليوود، زي جامعة أوكسفورد. مؤسسات. لا دي كلها مؤسسات. فالفرق بين دي وبين جمعيتك إيه؟ الاستقلال. كويس ها؟ الاستقلال. هاي تتعامل مع الناس، بس تكون مؤسسة ربحية أحيانا. لا 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 جامعة مؤسسة خيرية. أو تعليمية أو الفكرية. يعني ليها هدف يعني. اللي هي المؤسسة غير ربحية. هي قصدي مؤسسة مثلا مؤسسة جامعة. الانستيتيوشن ممكن تكون ده الكلام ده زي الربحيه كلهم ربحيين. يعني شوف احنا قلنا في ملكيه الجمعيه اللي هي الجمعيه العموميه اللي هي ممكن 500 او 1000 او ده. بس معايير الحوكمه فيها واضحه شفافيه كذا كذا كذا. المؤسسه هي من يمتلكها المجتمع. يبقى نتوسع رقعه المؤسسه رقعه الجمعيه الى مؤسسه معناها ايه؟ معناها بدل ما تمتلكها جمعيه عموميه فيها 1000 او 500 يمتلكها ال 50 مليون او ال 100 مليون كلهم حق في مراقبتها واخد بالك؟ وحق في ادارتها ان شاء الله. فاحنا المفروض احنا اما نخرج من المفهوم الصغير بتاع الجمعيه اللي هو ممكن يشتغل على مستوى شيء معين الى بناء المؤسسات الكبيره. يعني انت بعد جزء من بناء المؤسسات الكبيره مش بس بناء الهياكل مش بس حتى السياسات لا بناء الوقف الذي جعلها مستقله. وانا بركز على قضيه الوقف ليه؟ لان جامعه هارفارد الوقف بتاعها لا يقل عن 45-44 مليار. مليار يعني لو جامعه هارفارد حبت تطلع بحث وتعمل منه فيلم دين هوليوود يكلفها مثلا 200 مليون. ده مش هيبقى شيء هيكون شيء بسيط جدا من العائد الربحي على الوقف اللي هو بيساوي ايه؟ 40 او 45 مليار دولار. عرفت قد ايه؟ فجزء من الاستقلاليه دي انك في المؤسسه نفسها بتحاول تغير الثقافه. تحاول تغير القيم. تحاول تغير العقيده حتى. كله لان انت في الجمعيه بتشتغل على مستوى صغير. اغلبها بتكون يعني رده فعل او بعض الاشياء ممكن تاثيرها يكون يعني ملحوظ. وليس ملموس على مستوى العالم كله. لكن لما بخش المؤسسات اللي احنا هنحاول نبنيها كلها اوقاف بمليارات الدولارات يبقى احنا بنتكلم ايه عن تغيير الفكر المجتمعي في العالم. لو احنا بنتكلم على اللي هو مؤسسه هوليود كمؤسسه. كم فيلم نزل وغير ثقافه الشعوب؟ الدراما اصبحت جزء من تغيير فكر الشعوب وتغيير كل شيء. فلذلك انت حيثيات بناء المؤسسات بمبنى الاوقاف المستقله لا تستطيع بها انك انت تخلي المجتمع يغذيكي بالمال يغذيكي بالفكر يغذيكي بالطاقات البشريه ومن ثم تستطيعين ان تغيري المجتمع تغييرا ايجابيا. خلاص؟ يبقى احنا خرجنا من المنظمه اللي احنا عارفينها بالحرفيه اللي احنا عرفناها الاحترافيه دي المؤسسه. عندنا كم مؤسسه في العالم الاسلامي؟ قليل. احنا اغلب مؤسساتنا واقفه هنا. اغلب الجمعيات بتوعنا واقفين في دور المنظمه في دور الجمعيه. وما زلنا نتسارع في الحرفيه اللي هي بعض الناس بيعملوا لها ورشه عمل وبعض المطبوعات اللي بيحطوها لنا دي يا بصي 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 والكلام ده ما ينفذوش. والقليل مننا اللي وصل لايه؟ للمؤسسيه. طبعا اللي وصل الاحترافيه اكثر شويه قليل واللي وصل مؤسسيه اقل بكثير. يبقى معنى تعريف الصناعه بقى ايه يا بنات؟ ان يعني العمل الخيري كصناعه ان هو له مجال عمل في كل منحى من حياه ومنحى من مناحي حياه المجتمع. له مجال عمل في كل منحى من مناحي حياه المجتمع.
حياه المجتمع مش بس حياه البشر، كل مكون مجتمعي نعرفه ولا نعرفه. خد بالك؟ فلذلك يبقى لما انت بتنظري النظره الشموليه الكبيره دي كلها، لان اريد ان اصنع صناعه خيريه، بصنع المصنع وبصنع الصانع وبصنع الطفل اللي لسه بيتعلم وبصنع الورشه وبصنع السوق وبصنع الثقافه وبصنع المناخ وبصنع كل هذه الاشياء عشان تبقى صناعه العمل الخيري متجذره داخل المجتمع، متشابكه مع كل منحى من مناحي حياه المجتمع. بس هقولها تحديحا تحطوحا معايا، كل منحى من مناحي حياه المجتمع. مش فاهم ايه يا استاذ، وصلتي بس كده اتخضيت. كل منحى من منحى حياه المجتمع، الحياه المجتمع اللي هي حيوات كتير فيه، يعني داخل حياه المجتمع فيها حيوات كثيره متشابكه ومتوازيه وراسيه وافقيه الى اخره، لان كل مكون مجتمعي مخلوق من عند الله سبحانه وتعالى له حياه. فانا كقائد مجتمعي كامثالكم لابد صناعه المجتمعيه تتقاطع وتبني كل مجال لمنحى من حياه المجتمع ككل. واخدين بالكم من الرؤيه؟ تنظري للمجتمع وتكوينه المعقد والمركب بكل مكوناته ومخلوقاته، وانت تستطيع صناعه الصناعه التي يستطيع ان يستبدلها كل مكون مجتمعي. مثل كل شيء. الشيء الواقعي، الشيء الواقعي ان احنا في المجتمع ده عندنا مشاريع للمي، عندنا مشاريع للزراعه، عندنا مشاريع للاسكان، فكل الجمعيات المجتمع لها ملانا بكلمه مجتمع مدني. فالمجتمع المدني له برنامج مع كل مشكله ومع كل حاجه ومع كل مكون. لذلك يحارب، لذلك يغلق جمعياته، لذلك يقلل مساحه الحريات لهذا المجتمع المدني اللي احنا بنقول ده هو اللي بيحاول يكمل الدور اللي بتقوم فيه الحكومه مع القطاع الخاص. لا مش عايزينكم انتوا. ليه بقى يا بنات؟ ان انتوا هتعملوا قاده، انت هتعملوا فكر، انت هتعملوا تغيير، انت هتبتدوا ثقافه جديده، انت هتعملوا اطروحات جديده، انت هتحطوا حلول جديده. فلذلك بعض الانظمه الصعبه حتى نفضح اسمائها بمجال زي اللي هو، لان يعني اذا خطبهم مدير قرار صامت هيرفضوا ان لم يكونوا سيحاربوا. واخد بالك؟ والمجتمع المدني هو الاسلام. هو الاسلام الذي حرر المراه، هو الاسلام الذي اعطى المراه حقوقها، هو الاسلام الذي اتى بالحريات والحقوق وكذا حتى الاقليات. في وثيقه المدينه للرسول صلى الله عليه وسلم لليهود المؤمنين هناك غير المسلمين، وحتى في فتح سراييفو او فتح البوسنه كان في وثيقه عمار فرانسيسكان لما كانوا سكان ان هم متساوين في الحقوق والواجبات كالمسلمين. من اذى ذمين فقد اذان. خد بالكم قد ايه؟ شفتوا قد ايه الاسلام اللي احنا مغيبينه هو اسلام دين مدني. اللي يجي يقول لك حركني على جنب مش حركني. اسمعني، انا صاحبة رسالة، انا صاحبة قيمة، انا صاحبة عقيدة، انا صاحبة دور مهمة إلى آخره. مش حاجة، لكن ليه؟ أنا كما قال سيدنا ربيعي بن عامر لكسرى، اسم كسرى بتاع رستم، قال له فكسرى فقط بقى إيه؟ طب اديني حبة حبوب ولا حبة كذا زي كل سنة. لان الراجل كان داخل هدومه يعني قديمه والسيف بتاعه معروف وشكله كده يعني وانا مؤاخذه يعني واخد بالك؟ قال له عايز ايه يا ربعي؟ قال له قد جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور السلطان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. رساله خرج بها اعرابي تملك الدين من قلبه فوضع مدنية الدين أمام طاغية يعتقد في ديانته أو غيره أنه إله من الآلهة كما حدث مع سيدنا موسى وفرعون إلى آخره إلى آخره إلى آخره. واضحين؟ فمناطق الصناعة المجتمعية دي اللي بتبنوها تدخل في كل
من مناحي حياة المجتمع. مفيش ولا منحة إلا ما كنا لازم نعمله جمعية خيرية. تعرفوا حجم العمل الخيري في بريطانيا قد إيه؟ حجم الكاش يعني بيجمعوه 74 مليار جنيه استرليني العام الماضي. ها بالانجليزي يعني سبنتي فور مش نوت سبنتي ثري مش كده برضك ولا سبنتي فايف 74 مليار. هي ثقافه العمل التطوعي. لا ده الحجم الكاش اللي بيدخله العمل الخيري في بريطانيا. الحجم الميزانيات اللي كده بتقول ده ميزانيات 160,000 جمعيه. الفلوس اللي بيدخلوها للدوله في الدوله فدي بتساوي رابط 10% من العماله في الدوله. العماله موظفين بقى بتساوي سمعه بريطانيا لما بيشتغلوا بره يرفعوا العالم البريطاني. صح؟ ده غير فلوس الدوله بتحطها في العمل الخيري. هتشوفها قد ايه؟ فهم افرضوا لها يعني مؤسسات عشان ترعاها مش عشان تحاربها. ها؟ سؤالي عن عمل التطوع ان هو فعلا في الدول الباقي صار ثقافي. احنا عايزين بقى انت قعدت تتكلمي ساعتين وانت بتتكلمي عن الثقافه. لا لا انا عايزك انت تحدثي الثقافه. هي هذا ما هو انت عايزك انت ده التحدي. بعد كده مخبر على الترابيزه مش ايدك كده. حددتي ولا لسه؟ انت تحدث الثقافة ها؟ انا قصدي هنا ثقافة التطوع. ايوه نحن هي الدخلة في معلش انا مش عايز احنا نعمل ايه؟ خلاص واضحة دي؟ يبقى العمل الخيري صناعة. لو احنا نظرنا العمل الخيري على انه صناعة هنكون حلفيين. لأن الحلفية جاية هنا بس أنا هبص لهنا 10 سلالم أنا بقول أنا عايز أطلع الدور العاشر. مش هطلعه لما أعدي على الدور الثامن أو الدور السابع. لكن لو انا جيت قلت العمل الخيري موصلني خلاص انا وقفت رد فعل. وما بعد الصناعه الكلام ده ملوش سقف. ملوش ايه؟ سقف. احنا قلنا دي؟ طيب ايه بقى المحاذير؟ بصوا على الحاجات دي وكل واحد فيكم ممكن يجاوب على واحده فيهم. المحاذير دي مهمه جدا. هي نفس المصايب اللي هلا ايوه ايوه اطلع انت بقى حد في قلت لي راح هون كده عشان ما يعني اتفضل لا تعالى قريب من قدامنا عشان انت بقى تلقى علينا المحاضره وممكن تقوليها بالانجليزي وبالعربي الكلام واضح خلاص مش عايز شغل غير بس عشان الناس تسمع إيه؟ يلا غير كده وعلي صوتك. في عملنا يجب ان نحذر من التالي ان يستاثر شخص بالعمل وحده دون الاخرين. ها مختلفين على كده مش مختلفين؟ طبعا ها؟ مختلفين. طيب يعني انت بس كلموا الاستاذه. ها؟ وان يتحول العمل الانساني الى عمل اعلاميا تنافسي. ها؟ عايشين في الدور ده مش عايشين؟ حاصل ولا مش حاصل؟ احنا معاصرين هذا. طب نحوله ازاي بقى يعني ما يكونش تنافسي؟ للشركي. ها؟ انتوا وصل لمرحلة الاحترافية اللي احنا كنا بنحكي عليها. وصل لمرحلة احترافية. تعرف يا عم التنافس زي ايه؟ شايفين هنا هو؟ أنا حاطط هنا اف وهنا دي وده. أنا من غير شعاري مش هشتغل معاك. ولا مؤاخذة أنا وشعاري ملك الفقير. لولا الفقير ما كان ليا شعار. ما كان ليا حيثية. ما كان ليا وجود. فبتنافس على ايه؟ الفلوس مش فلوسي. الفلوس اصلا مش فلوسي. اتفضل. طيب. وفين؟ يبقى لابد ان نحارب التنافسيه بايه؟ ايه حل التنافسيه؟ شراكه. حل التنافسيه انه نرجع لموضوع الاحسان. ايوه. نرجع لموضوع الاحسان. لو راقبنا الله حاربنا التنافسيه. يا شريعه. اتفضل. ده انت يا شريعه شرعي. التنافسيه؟ هلا التنافس اذا كان تضاد مع بعض لا خطا اذا تصادم اذا كان بمشي نفس التيار التنافس في عمل خير في تنافس لايجابي ايوه التنافس المزمن بين حل عمل التنافس تنافس مزمن. طب حضرتك المهندس هلا
اهم شيء بالعمل التنافسي اذا كان في شيء لمصلحه المجتمع بعمله، مو شرط. هي احيانا التنافس لشيء شخصي، هون خطا. انت عم تنافسي حتى تقدر انت تخدم المجتمع اكثر، ما في شيء. انت بالاخير هذا بس مؤسسه تخدم، وعارف هو بالاخير انت يعني سبحان الله كل شيء باخلاص جوا الانسان على قدر يعني سبحان الله. انت يعني من خلال اخلاصك بعملك بيبين على حتى للفقير قبل ما يبين عنه. كويس. طيب واضح؟ كملي. رقم ثلاثة، أن يستعمل اللاجئ أن يستعمل اللاجئ أو النازح كسلعة أو رقم. واضح؟ كل الحكاية دي. موافقين؟ نقول إيه بقى عشان نمنعها؟ نعمل إيه؟ لا نسمح بإنه. يبقى لابد إحنا نتحد مع بعض على سياسة. سياسة وضع سياسة. من غير ما يكون عندنا سياسات. ونعمل اللاجئ والنازح لأنه إحنا أصلاً بني آدمين. أيوة. إحنا مالو الأرقام. نعم. بس الأهم كمان نوصل للاجئ هاي الفكرة إنه أنت مانك رقم لا يحق لنا إنه نستغلك. كويس. تمام. هاي تكون اسمها قيم ومبادئ أدبيات عن عمل الإنسان. أيوه جزاك الله خير. سموها أدبيات عمل الإنسان بتعرف فيها المؤسسات الأفضل. كويس كويس ممتاز. أنا بتعلم منك فضلت أنت تحطوها كان في تحطوها. تفضلي. نبني المؤسسة على حساب اللاجئين. يعني إيه؟ بس ما عم يصير هلا. يعني عمل موسمي كأنه استخدام ردة فعل على الواقع اللي صار، فإحنا أنشأنا منظمة. واضح؟ أحياناً. طب أنا مع حضرتك أنت. نحن الغلط اللي غلطناه بهي لثمان سنين إنه بنينا مؤسسات مع حساب اللاجئين. إزاي؟ هلا بمعنى نحن كلاجئين هلا إذا بدنا نرجع على سوريا أو بدنا نوقف الدعم عنا لأنه نحن لاجئين، نحسبنا جزء من أعمالنا للمجتمع المدني. أيوه. نحن لأنه بلينا السياسات أو هن بالأحرى بلوا السياسات، بس لأنه نحن نازحين ولاجئين، الدعم ما عاد يجينا غير لأنه نحن نازحين ولاجئين. هلا لما النظام بيقول تعالوا افتحوا الفضل والرد ورجعوا خشوا نحن كل شيء اشتغلنا بهي الثمان سنين رح ينقتل. ما عاد موجود. كويس. حضرتك؟ أحياناً الاستمرار بمشكلة ما تكون مشكلة مش هيشهد عليها، بمعنى مش هيجيب التطور كله. نعم. يعني قائمة المؤسسة على وجود هالمشكلة، في حال زادت هالمشكلة كثير في شمال سوريا أو وضع اللاجئين ما بحسنوا إلا بمقدار إنه عن القاع القائمة الحياة، أي تطور مؤسسة عملها، فهي كثير هيك مؤسسات قائمة. كويس، واضحة؟ واضحة، كملي. أن ننصاع لرغبة المتبرع المتغيرة. كيف لا ننصاع؟ تعدد الداعي توضح لي. تعدد أول حاجة. توضح لي. تعدد الداعي. يعني أنت ما يكونش عندك ما داعي واحد. تفضلي. هلا عندك مصادر لازم تكون فيها الدعم. أيوة. بنفس الوقت هالدعم هذا إذا عنده فكرة غلط، عنده توجه معين، نحن نحاول نبين له الصورة من الواقع الحقيقة. بس نحن لو كنا المؤسسة لوحدي بجري عشان أعمل فلوس من الداعي. لكن لو عندنا اتحاد أو ائتلاف أو منصة نقول لا. يبقى نصيحة نقول للداعم نغير ثقافة المعنى. تفضلي. بما معناه كل فترة بيقول لك سياسة الداعم بهي الفترة هي هيك، حبلك تشتغل ما حبلك ما تجي تشتغل. تماما هي هي الموضة. هلا نحن مثلا كل شيء برامج هلا عملتها شغال هي إعادة استقرار بالوضع اللي هو أصلا ما في استقرار. لما المنظمات بتقدر تاخذ دعم فنحن عم نمشي سياسة الداعم، نحن بطريقة أو بثانية عم نخدم صورة الاستقرار يا جماعة. تصلحيها ازاي؟ نقول لا. كلنا نقول لا. كلنا نقول لا. أصعب شيء في كلنا نقول لا. كلنا نقول لا. لأنه أنت قاعدة في لقاء كلنا نقول لا، بعضنا حيلف من وراك ويروح على فلوس من الداعم. ده مشكلة في كده. ممكن يكون بالجلسة إنه مثلا يقول لك إيه متوافقين كذا هيك، ولكن يطلعوا. صح. يروحوا عارفين هذا الشيء صاير. نعم. جزاكم الله خير. يبقى إلا نقول لنا رؤية متكاملة واتحاد. مش هنقدر نغير اسمها. تفضلي. ان لا نهتم بالدراسات والابحاث. احنا ككم مؤسسه عندنا بحث او دراسه او انا رح احكي من تجربتي لانه انا بشتغل عفوا كان الحديث. تفضلي انت جهه الميكروفون. اوكي تفضلي. كيف انجليزي وكيف كابيتال؟ كيف هي كابيتال ولا شيء؟ تفضلي وقفي جنبها كده عشان نخلص نرجع تاني. طيب انا رح احكي من تجربتي لانه انا بشتغل بمركز ابحاث. اي حدا بده مثلا يعرف الوضع بالشمال السوري مثلا على سبيل المثال ممكن يكون داعم او ايفر،
بيروحوا بيسألوا الأشخاص الموجودين، بيسألوا أشخاص معنيين، بيسألوا والله رفقاته اللي بيعرفوا جوا. بينما لما أي حدا بيتجه لمركز أبحاث بيشتغل على مستوى المايكرو، أنا بعرف عن أرض وفريقي موجود على الأرض وقدران أحصل لك المعلومة اللي بدك إياها، قدران هاي المعلومة أربط بالوضع الثقافي الموجود، أربط بالعادات وأربط بالتقاليد وأربط بدور السلطة الموجودة وأربط بالسياسة وأربط بالعسكرة، أنا رح أعطيك نتيجة أفضل ما أنك اتصلت بالتليفون وحكيت مع رفيقك من جوا وقال لك والله الوضع ما له منيح. أنا رح أقول لك ليش ما له منيح. صح، هو رح يقول لك ما له منيح، أنا رح أقول لك ليش ما له منيح. كويس ممتاز. أي تعليق ثاني من الشباب؟ دائما لغة الأرقام هي اللغة الصادقة. صح، دائما إذا عندك أنت أرقام، عندك إحصائيات، دائما تكتسب مصداقية أكثر، تاخذ داعمين أصبت، حتى تاخذ مصداقين داعمين بدون ما تحكي، بدون ما تقول بيصيروا. يعني هاي كانت تجربة فعلا، كل ما كانت تشتغل بأرقام وتقارير مضبوطة وإحصائيات دائما بتكون أنت عم ترتقي بالعمل الإنسان. كويس ممتاز. الأخذ بالأبحاث والتقارير الأبحاث تبني على أرضية ثابتة، أرضية وهم، يعني عكس الوهم. أحياناً الشيء مقدر تقدير، يعني أنا عندي هم كذا طالب، أنا كذا مدرسة أو آلاف، مش على الواقع بقول لا، بالعكس لما نسوي أبحاث بحاجة لعدد مثلاً يعني عدد الطلاب، حاجة لتعليم نسبة معينة، بحاجة مثلاً أو مشاكل نسبة معينة، يكون عملني على قضية ثابتة قوية، يعني على حقيقة. بس شباب النقطة اللي بعدها، النقطة الأخيرة، أن لا نهتم بالتقارير المالية والمحاسبية. هي مشكلة كتير عويصة، مشكلة عويصة. ليش؟ لأنه هذا الموضوع التقارير المالية والمحاسبية هي ضروري كتير أن تكون مضبوطة بالنسبة لرفع التقارير للجهة الداعمة، للجهة المانحة. أي خلل فيها، أي خلل فيها بيعرض المؤسسة للانهيار وفقد المصداقية تبعيتها وفقد الثقة من جهة المانحة. موافقين يعني؟ تفضل. بعد كده بشكل الريموت زي كده واقف شغال. أبدا لا بس تفضل. أن لا تشرك معنا غيرنا ولا نشارك المعلومات مع الآخرين. شوفي بقى، صلوا على النبي، صلوا كده على النبي كلكم. المعلومة اللي عندك مش ملكي ولا ملك جمعيتك ولا ملك أي حد، دي ملك المجتمع. خبيها ليه؟ خبيها ليه؟ أنت وهي واخدة بالك؟ فكل معلومة عندنا هي ملك المجتمع. فعلي أن أبني الشراكات. من أصعب الأشياء اللي إحنا بنواجهها كيف أشارك المعلومة اللي عندي مع شريكتي. هل حد عايز يتكلم؟ لا أنا موافقة على يبقى اعرفي ان المال مش مالك والمعلومه مش ليكي، لان انت بتستعملي مال الفقير لخدمه الفقير، فانت اصلا اجيره عند الفقير انت وجمعيتك. فلذلك المعلومه والمال ملك الفقير، فالفقير بيقول لك علشان يصلني خير هذه المعلومه شاركيها مع زملائك ولا تستاثري بها نفسك. أن يكون لنا موقف سياسي مع طرف دون طرف. أي كارثة بقى. خلاص. أي كارثة. ابعدي خالص. في شيء أحياناً إنسانياً، يعني هلا أنت مثلاً أنت بتعرف إنه في شقة في مثلاً نظام هجوم، في عندك أنت ناس بريئة مدنية، هدول الناس اللي عم بيكونوا شلون بدك تقدر تفصل الشيء الإنساني عن السياسة؟ ما في. أنت عم تدخل السياسة. يعني مسؤول بالدار مو زاد مو بشكل عام. في فكرة إنه العمل الإنساني هو عمل محير عن أي شيء له علاقة بالسياسة قبل واحدة لحتى أنت فعلا تكوني عم تشتغلي كإنسان. ثاني شغلة نحن الإشكالية اللي عم قاعدين فيها بسوريا إنه نحن الأشخاص الموجودين بمناطق النظام بنعتبرهم كلهم مؤيدين وبنعتبرهم كلهم شبيحة. إي في جزء من السوريين، في جزء من السوريين حتى وبعض الناس. إي في جزء من السوريين، وهذول أنت أثناء النقاش أنا في عندي مثلاً أدوية بدي أوصلها للناس موجودين بالشام، فشو بيقولوا لك؟ أنت شبيح وبيخونوك وبيخونوك. إيه طبعاً، نحن لأنه عندنا موقف سياسي مع طرف ضد طرف، أنا لما بدي أتعاطف معك كإنسان أنا مالي علاقة لا دينك ولا عرفتي؟ فهي الفكرة وهي هي إشكاليتنا الأساسية.
هلا نحن مثلا بوضع مثلا المخيمات في لبنان في الاردن في كذا ممكن توصل لها ممكن يكون لها السلطات اللبنانيه او الاردنيه لها سلطه ما لها سلطه لكن في سوريا وين اولا وين الحاجه العمل الانساني بيطلبها وين الحاجه اكثر هي اول شيء ثاني شيء كل شيء اليوم بواقعنا للنظام خطر للنظام ما بقدر تقول يعني ما لا استطيع انا ان اقف موقف كانساني عملي ممكن احمي حياتي كانسان مالي محايده انا مع لكن كعمل الانسان اذا طلب مني انه انا مثلا بدي ادخل عند النظام وهذا النظام بده انا اخضع لشيء معين انه فهذا خلص هذا صار عكس العمل الانساني عكس العمل الانساني ايوه لا لا انت بتعملي مع الانسان كل انسان هذا كل انسان يعني احنا مثلا اديك مثلا لا انا كل انسان لكن هو بيشتغل على انا هديك مثلا بس ممكن اضيف شغلين تفضل هو النظام بيشتغل عليه انه في طلب معين يعني العمل الانساني صح اذا انت بتقدر توصل للمكان يعني هل انا مثلا انا عندي مثلا يعني انا بدي اوصل على سبيل المثال لجوا انت عم تقدر تدخلي لجوا مع حمايه يعني على سبيل المثال خوذ البيت مثلا عم بيقدروا يوصلوا لمناطق اذا ما عم يقدروا ما في حمايه لك انت اذا ما بدي اقدم الخدمه وانا اشرف علي واشرف على توزيع بشكل صح انت قادره توصلي لوعي قادره توصلي مستحقيها اذا انت بدي توصلي شيء خدمه انت مالك عارفه لمين بدها توصل هاي المشكله انت هذا الكلام بيكون انا بغض النظر عن الدين والعرف هذا ما حدا بيحكي فيها او طائفه هي ما نعرف فيها انت حسب حاجته وانت تقدير الحاجات انت ناس انا ما بدي كل اللي موجودين لا انا عم بحكي على موقف سياسي من النظام نفسه من الجرائم اللي عم ترتكب وليس من الناس اللي بدك تتمنوا على لكن انت قدرتك على انك توصلي هاي المساعده لهدول الناس وتقدر انت تشرفي عليها اذا ما بدي اقدر اشرف عليها شلون بدي اقدر اذا كل شيء يعني الوضع كله في نحن بمرحلة من المراحل نحن فعلا نجهل إلى حد ما كيف عم تدار مناطق النظام هاي نحن بنجهلها ثاني شغلة مثل ما طلع ناس كانوا هم مؤيدين وكانوا قاعدين معنا كانوا هم مؤيدين للنظام وكانوا قاعدين معنا في ناس معارضة وفي ثوار هم موجودين جوا نحن بتعرفي شو مشكلتنا نعرف نتواصل معهم انا لما بتواصل معهم انا ما عرفت انا ايه بس انا اتواصل معهم نحن هلا فتحنا تليفون على الشام دغري بده يجيك 100 سؤال انت ليش عم تحكي مع الشام وعمين عم تحكي مع الشام وانت متاكده من الناس اللي عم تحكي معهم من قلب الشام هي الفكره نحن ما في عنا تواصل بين بعض وما في عنا ثقه لا هي عم توصل للناس اللي عم تحكي عنها وصلوا عم تحكي عنها بشكل عام انت عم توصل المؤيد بحسب توصلي انت عم تحسب توصلي لجوا توصلي انت الشيء الخدمه اللي عم تأديها مثلا في الشباب سوري تأديها مثلا منطقه النظام في طيب احنا بس بنتكلم بجد عشان نتكلم طبعا الموضوع ده مفتوح فيها الاصل عندنا في العمل واخد بال حضرتك اننا ننظر للوطن كوطن واحد وننظر للمستفيد كمستفيد واحد وإذا كان لنا أولوية أن نعمل في مكان ما فهنضطر نعمل بالحيثيات اللي موجودة فيه يعني إحنا لما نضرب مثلا في أماكن أخرى كتيرة جدا وإحنا بنحذك يعني بضرب دائما المثل بتاع الحرب بتاع الشيشان كنا إحنا بننزل نساعد المخيمات المسلمين في الشيشان دخلوا من الشيشان لجوشتيا وكذا 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 وكان في شروط موجودة علينا واخد بالك لكن استطعنا اننا نحافظ على حياديتنا في نفس هذا المكان علشان مصلحه الناس دول كلهم. فاللي انا بتكلم فيه ان انا ما كنتش موقف سياسي معناها ايه؟ انت جمعيه صح؟ انت مؤسسه خيريه صح؟ انا في موقف سياسي يعجبني ما يعجبنيش دي مش مشكلتي طالما انا جمعيه خيريه ماليش موقف سياسي من اي حد. لا انا بكلمك عن عمل الانسان بكلمك عن رأي الشخص لا انا بكلم عن الناس انا بكلمك عن العمل الانساني ان هو بيخلي الناس تتعامل معي قدرتك على الوصول تقدر لا شوف انا بكلم عن ايه بتكلم عن ايه حيثيات العمل الانساني وايه هي اسمها ايه المبادئ الانسانيه اللي حطتها الصليب الاحمر الدولي احد فيها الحياديه وعدم الانحياز بغض النظر ان هنا كده او كده او كده او كده احنا قلنا في البوسنه كان في حرب بين الصرب والمسلمين ومع ذلك كنا بنوزع في اماكن الصرب من اماكن الصرب واخد بالك يعني وهكذا فانت لو دخلت في عمل اسمه عمل انساني ده جزء من الشروط الاساسيه
اللي هو ان انا بتعامل مع كل ال 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 مش التشكيلات ال ال الكور متصارع الكور متصارع. احنا كان لنا في السودان عملين، عمل في الخرطوم عن طريق حكومة السودان في الشمال، وعمل في جوبا عن طريق الجنوب، والاثنين كانوا متصارعين مع بعض. وخدت بالك؟ فمناطق اللي مثل هذه الامور العمل الانساني معناه ايه؟ طبعا اللي مش عايز يعمل عمل انساني ما اشتغلش، مش مشكله. انا بتكلم عن المعايير، مش بتكلم عن المكان. قصدي المكان هنا. مش قادره تعملي ما تعمليش. لا عليك مو انا. اصل انت مش معنى انك مش قادره تشتغلي في مكان معين ان انا اخد مو انا مو انا قصدي. مش انت. بقى اكمل بس. انا مش قادر اشتغل في المنطقه دي. اكيد لو بدات تكلمي عن الكلام ده. المنطقة دي مش قادر اشتغل فيها. ده لا يخول لي ان انا اخذ موقف سياسي من من يتحكمون في هذه المنطقة. ازاي تشتغلي مع في منطقة بيتحكم فيها الشباب في الصومال؟ صح؟ مش دي برضك مناطق مصنفة؟ انا ما حبيتش اشتغل، رحت في الصومال في 2010 عشان كانوا طردوا، كان الشباب طردوا برنامج الغذاء العالمي. كنا عايزين نعمل بديل للمؤسسات العربية والخيرية عشان يحمل التبرع ده من برنامج غذاء عالمي. اتصلت بالحكومة البريطانية، واتصلت عن طريق السفارات بتاعنا وزارة الخارجية، والحكومة الأمريكية عن طريق السفارة، ولما نزلت هناك قابلت الحكومة الكينية عشان يصلحوا لنا نأجر طيارة، وقابلنا يا ستي الحكومة السودانية، وقابلنا السفارات هناك أيضا، علشان ما يبتدوش يفهموا إن أنت بتشتغلي مع مؤسسة مصنفة. المناطق اللي فيها الصراعات دي كلها انت ما تجيش. لو انت عايز تعمل عمل انساني في مناطق الصراعات ليس ليك اي موقف سياسي من اي حد كجمعيه. مش بقى تيجي انت على الفيسبوك وتقول شتمه ده وشتمه ده وشتمه ده، ما ينفعش. لا مقصد طبعا. او يكون الموقف كتير جدا من الناس يعني طب خلاص ما مش ما وبالتالي لا يمكن هتيجي تقول لي انا انت كذا وهسمح لك تشتغل حتى لو كان نظام الداخلي كذا. انا بتكلم عن معايير اللي احنا بنتبعها اللي احنا لسه يعني ما تعلمناش منها من الغرب، او خاصه يعني بعض المؤسسات الكبيره هناك، لان مفتوح المناطق دي كلها بيكون لها يعني علشان توصل لمصلحه للناس اللي هناك بتضطر انها ما يكونش لها موقف سياسي. ده عمل انساني. طيب السؤال. اتفضلي. العمل الانساني القانون الدولي كهيئة صليب أحمد هاي نفسها يعني حيادية، لكن كشخص لما بطلع من مثلا بروح على بيته هو حر. لا مش حرة. أحاول صلي على النبي. صلي على النبي قول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ألف صلاة ونور عليك يا رسول الله. خلاص؟ أنا مش من حقي وأنا بأعمل في مؤسسة أكتب تحقيق أو أكتب رأي سياسي يضر المؤسسة. كويس. طيب انا اليوم وانت مفروض المؤسسات دي تخليك يعني في انا كنت بضرب مثلا ده بروتوكول يعني كل المؤسسات دي يعني معاك بنتي كانت بتشتغل في الامم المتحده في مصر مع السوريين في 2012 وكان في مظاهرات بقى في 2013 و2014 الى اخره في البلد. ده تكتب حاجه على الفيسبوك ده قبل ادعاء الوظيفه ولا في التويتر ولا في الاعلان اللي بعد كده المهم يعني ولا تنزل في مظاهرات ولا عدا يكون في امان سخرة. ففي مؤسسات ليها سياسة، لأن دي معايير الإنسان بيتكلم عنها. أنت من حقك داخل نفسك. لكن لا تصرحي بيه على المدى اللي هتضر الجمعية، مش عايز اشتغل في الجمعية ويقول لك رأي سياسي اعمل زي ما أنت عايز. عايز اشتغل في جمعية لحقوق الإنسان أو جمعية سياسية أخرى اعمل زي ما أنت عايز. لكن طالما دخلت في المعترف ده المشكلة في دي كده. واخدة بالك؟ المشكلة في دي كده. ماليش انا اخصص انا اخصص انا اعتقد ان كل الدوله لها حال. لا التخصيص انا بتكلم عن التعميم. صحيح. جزاك الله خير. شغال؟ طيب كملي. ان لا نعتمد على الكفاءات ونعتمد على اهل الثقه فقط. ان نعتمد لا نحن بواقعنا عم نعتمد على صح مزبوط في دعوة يعني صاحبي وصاحب صاحبي وبنت صاحبي ابن العالم الحوالي ايوه بدون ما يكون عندهم نحن طلع عنه مصطلح هون اسمه مصطلح منظمة الحج. ايه؟ منظمة الحج. قال لا انا نسمع منظمة الحج. ايوه قال لا يعني بتكون اختصار.
أن لا نشارك المسؤولين في برامجنا مثل الحكومة، القبائل والعشائر، العمدة والسلاطين. نصيحة ما بأثر على الروحيات. لا أنا أقول لك. إحنا إيه معناه إيه؟ إنك بتخبرك. أنا هديك مثلاً عمل جدا عملناه في الشيشان تاني. بدأنا نشتغل في الشام من 96 عام 97 بعد الحرب الأولى الموحدة. كان سياستنا في الفترة دي كلها إيه؟ كان لسه ما فيش ميزانية للوزراء اللي في الشام، لأنهم كانوا عايشين في جروزني في بيوت عائلاتهم بياكلوا ويشربوا ونام هناك، ما صرفهمش مرتبات بقالهم إيه؟ بقالهم 17 و 18 من الحكومة الفدرالية في مصر. كان سياستنا مع الأخ اللي هو كان ماسك المكتب هناك وأصلا من أصل سوري ودلوقتي متجوز واحدة كبردين من الشركة سيدات الشركة في كوباشة من القطار ويعني اسمها جنة وبزاعم الأخير يعني. أي شيء بيجيلك قول للمسؤول، مش بقول لك أنت تاخد إذن المسؤول، أنت جاي بعض جاي بحمار بتوزعه على الناس، جايب بعض يعني حسس المجتمع اللي انت فيه ان الرجل هذا وما دخل بيت ابو سفيان فهو ايه؟ دي قاعده قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكه، من دخل بيته فهو امن وبيت ابو سفيان هو امن ومن دخل الكعبه فهو امن. فاحنا قلنا لمحمد في الوقت ده سنه 97 اي شيء قول للوالي او للوزير ان في حاجه جايه كده عايز تاخد صوره عشان المجتمع بتاعك يحس انك ليك ما عندوش ميزانيه ما عندوش امكانيه، خد بالك مش تدخل فيها، خد بالك. فده اللي احنا عملناه. حصل بعد كده هجمه ما بين الطرق المختلفه اللي هي الفقهيه، ان في بعض الشباب اللي كانوا جايين من بعض الدول وليهم فقه مختلف عن الفقه الصوفي الشافعي في نفس المكان ده كانوا نازلين اسمها ايه؟ لا كتاب، تعرف كتبنا عليه ايه؟ من لم يحكم بما انزل الله فهو من الفاسقين. او كم ايه هم؟ ثلاثة. الله يا ولاد انتوا فين؟ انتوا في بلادكم اللي هي فيها الاسلام متجدد وفيها كذا وفيها الاف المساجد ما بتقدرش تعب عقوق كده. لا ازاي؟ احنا بنطلع القاضي في ست اشهر. نعم. ايوه عندنا مدرسه القضاء. نعم. اصطدموا بالمؤسسه الدينيه اللي في البلد. صنموا بيها فعلا. انت بتعرف الروس اللي هم الارثوذكس كانوا فاتحين العمل في ايام يلتس للمسلمين بالرغم من المعركه ما بين المسلمين ايه؟ وال يعني هناك الشيشانيين والروس خلاص؟ انت نازل بتلعب في الحته دي ايه؟ الناس هناك اصلا اما تجاريين او نقشبنديين بطرق صوفيه وفي نفس الوقت هم شوافه لا هم حنابله ولا احناف. وخارجين من عصر في جزء منهم ما يعرفش الاسلام خالص. فانت نزلت منظومه كده. كانوا بيستثنوا انهم يقعدوا مع اي مسؤول من المسؤولين اللي موجودين في البلد. فلما جه رحمه الله عليه اللي هو كان المفتي اللي هو ابو رئيس الجمهوريه الحالي قدره في الكبير يعني. قال لهم والله احنا الجماعات دي جت تسيب المجتمع. مش عايزينها. اضطردت اغلب الجمعيات الاسلاميه اللي موجوده هناك وبين عشيرة الروح قبل الحرب الثانيه عشان 99. فانت حتى ما قدرتيش تستعملي حياديتك في فقه وفي مذهبك الديني. الناس مرحبين بيك اقعد احسن اليهم الى اخره. فده اللي احنا بنتكلم فيه. بنتكلم فيه اللي هو ايه؟ لا مش دي بس اللي هي احنا لما كنا لما واحد بيجي بالبقر انا مثلا نزلت هناك انا معايا عربيه اسعاف كنت انا بعيط وانا كنت انا محمد خليل راكبين العربيه بتاعته وعامل اسعاف عليها الشعار بتاع المؤسسه واخد بالك ليه؟ لان حسيت ان احنا عملنا شيء وداخلين بنقدم شيء للناس فرحان بحاجه زي كده. فانت بالتالي ده ما عندوش حاجه يقدمها للناس. فعايز اقول لهم شوفوا انا جبت لكم اسمك ايه؟ حسناء. حسناء الاخت حسناء اللي هي مسؤوله كذا 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 وجبت لكم. فانا يبقى عندي عزوه اللي هو بيت ابو سفيان فهو انا. فاحنا ليه يعني بنحكم وبعدين كان هناك ايه بقى شباب صغيرين في السن يعني فنكيش التحضير. عارف ايه؟ فنكيش التحضير انت رحت فين؟ عارف؟ كملي يا بنت. انا عايز
بخاف منك. ليه؟ لأن أنت قوية. في فكرة إنه بموضوع إنه نحن ما بنتشارك المسؤولين في برامجنا مثل الحكومات والقبائل والعشائر. مثلاً نحن عندنا الحكومة المؤقتة اللي هي الائتلاف هو الجسم اللي بيمثل المعارضة. أنت تخبرينهم، شو أقول لك تخليهم يقرروا لك؟ لا تماماً أنا معك، اللي عملوه مثلاً المنظمات هون بلشوا يتقاسموا مواضيع هي إلى حد ما هامة جداً مثل موضوع الطبي وطلعوا منه الحكومة المؤقتة. غلط. فنحن ضعفناهم. يعني من الأساس هن جداً. فهي هي قصة. ثاني شغلة لما بتنشغل برامج لها علاقة بالمناطق الشرقية بسوريا والجنوبية واللي هي منطقة عشائرية يستثنوا وجهاء العشائر في القبائل المهمة تماما، وبالتالي هون المجتمع بصير قدام صراع. أنا باخذ حاجتي من هذا الشخص، أنتوا هلا عم تجوا أنا ما عم بعرف شو بدي أعمل. فهي أنا بديكي خبرتنا في دارفور، بعض الجمعيات دخلت واستثنت السلطان والشيخ. ليه؟ لأن السلطان ده قاعد بشبش بصباع بنطلون يعني كذا وشكله مين ده؟ انا رحت له ما عرفتش اخش اي مخيم. ما حد ولا مخيم. شوف الراجل ده بقول له رحت له ليه؟ ده انا ما عندوش مكتب وما عندوش كذا وما عندوش كذا وما عندوش، هو ده المسؤول. فالجمعيات دي كانت جمعيات مش يعني اغلبها جمعيات غربيه، ما قدرتش اشتغل هناك الا لما رجعت مره ثانيه للسلطان. ده اللي كان فرق بيننا وبينها. رحنا للسلطان، رحنا للشيخ، الى اخره الى اخره. لما احنا نزلنا نشتغل في الجنوب رحنا نقعد مع الجيش الشعبي لتحرير السودان اللي ما بيحاربوا الشمال في نيفاشا في كينيا قبل ما نخش الجنوب. رحبوا بينا قالوا تعالوا، وقلنا للشمال احنا هنروح للجنوب، قالوا روح. خدت بالك؟ فالاختيار مهم جدا. عايز اقول حاجه؟ حاجه دي بنسميها الجيت كيبر. الجيت كيبر اللي هو ماسك مفتاح الدخول في المنطقه دي كلها. اتفضل. ان لا نشرك مؤسسات المجتمع المدني الوطنيه معنا. يعني انا رايح من فوق نزل بباراشوت، وانتوا سوري انتوا جايين من فوق كمانحين، وانا وطني فانا مزبله. ايه ده؟ نقعد معاه ليه؟ تعالى اديك فاعل ليه؟ انا عندي حاجه اسمها فات كيس، بس انتوا حاطين بالقعده كده. الفات فينا نحيها دكتور طلعتك يعني عارف نحن هاي ملاحظة. أكلم الإنجليزي. تكلم. هتيا بس أنا أربية. الفات كيس دي العلاقة بين المؤسسة الدولية والمؤسسة المحلية. واخد بالك؟ الفات اللي هي الإف إي تي. هتلنا كده حاجة نكتبها. نكتبها بس من فوق عضوهم. إف تحتها إي تحتها تي. يعني الإف هو أنا فوق والنص إي إي. وتي الفات اللي هي فند فند يقفيه عندي والايه ادفوكسي اي دي في او سي او والتي تريننج تريننج الفات ده يا بنات ان انت كمؤسسه دوليه عليك ايه؟ تجيب المال وتدافع عني في المجتمع الدولي وتدربيني. خلاص؟ ده دورك. F A T واضحة؟ واضحة؟ أنت كده جيت على الجامعة. خد بالك قبلها كده أهو. F A T واخد بالك؟ طيب امسحي ده بقى بتاع F A T دي عشان اللي قاعدين في البيوت يشوف احنا بنتكلم ايه. F A T فات يعني في ال F يعني فاند، ال A يعني ادفوكاسي اللي هي منصة، ال T يعني تريننج. الكيس حطيها بقى في بعضها كي اي اس اس كي اي اس اس الكي يعني نولج اللي هي المعلومه نولج معلومه الاي انوفيتيف ان عملوها معلومه ها هيك صارت له عكسنا ايه ما عم شوف لا على طرف هيك ما انا شو بشوف عشان ده مش عليهم اه ايوه ما هقول لك طب في كاميرا ثانيه عم تاخد؟ قول لي اسبل لي يا مرسي لا حطيها كده حطيها دي مثلا على شكلهم كده ايوه كمان كده ايوه كده عشان دول يتفرجوا يبقى اول حاجه الكي اللي هي نولج كي ان او دبليو ال اي دي جي
الثاني انوفيتيف للابداع اللي هو اي ان ان او بي اي تي اي في اي سستينبل مستدام سستينبل اللي هي الاس الاولانيه مستدام خلاص الاس الاخيره سوليوشن وده مثل عربي جميل جدا اطبخ يا جاليه يا سيدي كلب دول انتوا عندكم سوري ايه مرة ده دور مين مؤسسات دوليه يجيبوا الفلوس ودربونا ودفعوا عننا دول انا كمؤسسه وطنيه بقى ان انا اللي عندي الحل نوليدج معلومه المعرفه وانا اللي عندي الابداع انوفيتيف وانا اللي عندي السستينبل المستدام سوليوشن وانا عندي المعلومه وعندي الابداع وعندي الحل المستدام وفلوسك بتساوي فكري معايا يا بنات؟ معايا ها؟ يعني انت بفلوسك وانا بفكري واحدة الاثنين متساويين ودول اللي بيسموه دلوقتي اللوكاليزيشن اللي هو توطين العمل الوطني في المجتمعات الفقيرة انا بسميه بالمصري يا جاري يا بوخي يا سيدي كلف عشان كده الفات يجيبوا مين؟ الراجل والكسر دي مين اللي هو ايه الست ده تبقى ها واضحه معناها ايه معناها ان انت صاحبه فكر وصاحبه حل انت مجتمع محلي انا من غيرك وما ينفعش اكون على نظريتها الفنكوش المتطحطح زعق منهم احنا طولنا مش كده طيب لا يا حط اللي بعدها بقى انت الرئيس زكي طولت انا عليكم شو لا دور الشباب بقى في تحقيق السلام اقري كده يشكل الشباب اغنى ثروه للبلاد ايوه احسن من البترول واحسن من كل شيء الشباب لهم قدره خاصه على خلق الانسجام والتوافق بين اطراف المجتمع المتخالفه موافقين ايوه اكيد الشباب لهم دور خاص بسبب إتقانهم لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا التي يستخدمونها لخدمة نشر رسالتهم. وانت عادت تلعب في المجال في الإعلام وانت في الحقوق وانت في الشريعة وانت في الإنجليزي وانت في ايه؟ تدريب وانت؟ هندسة كل واحد في كل دور كلكم شباب احنا اتفقنا من ساعتين ثلاثة ما اعرفش احنا معنا قد ايه ان كلنا شباب وعرفت تعريف الشباب في تعريفات جديدة جميلة. أقلب؟ دور الشباب بقى. أهم دور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في السلام وحل الصراع هو كونهم التغيير المنشود. طب أنت بقى أنا هو دي؟ Be the change you wish to see in the world. يعني ها؟ كون التغيير الذي تحب أن تراه في الآخرين. ليه ما حدش قال طيب اشرح لهم بقى ما انت لازم مسكت الميكروفون تعالى كده وكلميهم كده واشرح لهم اقنعيهم بكلامك انت مش عارف انا ايه كلام طيب يعني مثلا لو انا حابه انشر صفه ايجابيه نفرض مثلا الاخلاص في العمل اولا لازم اكون انا مخلصه لعملي حتى العالم تشوف شو يعني الاخلاص من خلال عملي وتقتنع بقيمه الاخلاص واهميته لحتى وقت يقول لهم انا لازم تكونوا مخلصين فلازم يشتغلوا بيه وينفعوا على نفس الدربه انا عم بسوق شوف القدوة قدامك. ايوه. يعني ايه قدوة يا بنات؟ خلاص عورتيني انت دلوقتي. ادميتي كلبي. عارفة كلبي يعني ايه؟ تحتيحوا. يعني ايه قدوة؟ ايوه. انتوا قلتوا دي كده مولعين على طول؟ مولعين الاثنين دول افصليهم عن بعض عشان حاجة واضحة. خليهم مولعين؟ خليهم روح لهم. بس. أنا إيه قدوة؟ القدوة هو شيء أنا بحلم إني أوصل له وإني أطور عليه. طيب حضرتك؟
شيء بيشبه اللي قالته زهرة، بس كمان القدوة هو ممكن بمرحلة من المراحل يكون مثالي الوحيد لحتى أنا أطلع من جورة وأعاني فيها أو مصيبة وأعاني فيها. طيب، حد ثاني يعرف القدوة؟ الرسول قدواتنا ليه؟ أيوة الممارسات العملية تطبق القدوة. كويس، أيوة هو تحويل النظر إلى عملية. أيوة كويس، هو إن الواحد الخبرات والتجارب اللي جمعها كلها مهيئة الدار كيف مثلا يعتمد عليه ويعتمد كمان الأشخاص من القدوة ولهم دور التغيير. عاملة زبان في ابتدائي دي نزيد لا حاجة نزيد. القدوة لازم يحمل القيم أنا بآمن فيها وعندي إيمان مطلق، يعني لدرجة إنه أنا خلاص بدي يصير مثله بدي يصير مثله. كويس. والقدوة ما بالضرورة يكون شخص منيح بكل شيء، نحن هذا القدوة فينا كمان نستفيد من أخطائه. أيوة. لأنه الإنسان أحيانا لما بينزل بيوقع هون بتبين الأخلاق وهون بتبين القيم وهون ببين كل شيء. كويس. يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما تفعلون. كيف نعرف ان انا قدوة حقا؟ هو ان انا كيف نعرف ان قدوة حسنة؟ امتى؟ وان انا اعتبر بالنسبة لهؤلاء الناس امتى؟ على فكرة مش شرط دائما اكون حتى تشوف الناس انه انا قدوة، احيانا ممارستي بما احكي يكفي ان الناس تعمل الشيء اللي انا او راسمي انه يصير الناس تمارسه لحالها. لما مثلا انا عم بعمل شيء بحس انه عم تعمل هيك الناس تقلد عن ربي. صليت على النبي امتى؟ انا دلوقتي قدامي بعمل كل الحاجات الحلوه انا بصدق اذا شخص قدامي كتبه او لا لما تكون عنده فكره ومجتهد على هي الفكره ويحارب كل شيء لحتى يعملها وبضحك عليك الاثر وكنت بضحك عليك كيف بتضحك علي؟ انا بضحك عليك وعلى الامه كلها الاثر عمله. ما هي الأثر اللي عم بقوله الأثر فيش العمل على الأرض إنه في نتائج إيجابية حقق نتائج منيحة أنا ساعدت هذا معناته هذا كويس كويس نتائج أنا بس بنافسكم شوي. هي المساج بين الطرح وبين التنفيذ، يعني تكون ما في مثال، يعني أنا يلا طرحت موضوع الثقة على الناس شافوها فيني طرحت الفكرة المحددة شافوها فيني. طيب أنا لما أموت هيبان أثري ولا مش هيبان أثري؟ طبعا أكيد هيتكلموا عني ولا مش هيتكلموا عني؟ هو ده ساعات انا اخدعتهم جميعا باحلى الكلام واجمل الكلام وكله كله 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 ولما اخذ من المنصب اللي انا فيه هتطلع البلاوي بتاعتي زي ما حصل في دول كتير جدا لما جه الثورات دي كتير جدا من القدوات دي سقطت ولا لا؟ صح؟ كنا رافعين على رؤوسنا شفناها في السبع ثمان سنين اللي فاتت بتستمر فتره طويله. فبالتالي التمثيل ده اي حد واحسن ممثل بيننا اللي هو الشيطان او المنافق. فالقدوه اللي بتحسبي اثرها هي عايشه واثرها وكلام الناس عنها بعد ما تموت. يعني ليه ذكرنا مهاتما غاندي مش مسلم لكن قال خدمه حق كمان. مش بس يعني رسالته صلى الله عليه وسلم مستمره بعد الموت بعد ايه؟ بعد خدت بالك؟ وهكذا والصحابه والتابعين والمصلحين وهكذا سواء كانوا المصلحين دول مسلمين او غير مسلمين. يعني لما تتكلم انت مثلا في ثوره الحريات في امريكا ما بين مارتن لوثر كينج اللي هو كان قسيس وما بين مالكوم اكس اللي هو كان مسلم. والاثنين اثرهم موجود الى الان. ما حدش بيتكلم عنهم كلام سيء لانهم كانوا بقى حولوا الاخلاص لعمل انتهى بشهادة الاثنين سواء كان مسلم او مسيحي. لابد القدوة دي نتأكد منها بعد ما ماتي. اوه ده كان مجرم الله يلعنه اللي هو نعم. لا مش انت قلت كده؟ لا اي حول بالله عبارة اي اشخاص ما لازم احكيش اكتشفناهم الفكوش غير الحكوش. طيب يبقى اتفضلي يا بقى هنا ايوه القائدة يمكن للشباب القيام بذلك عن طريق تغيير مواقفهم تجاه الناس والتقاليد والمعتقدات. يجب أن يتعلم الشباب الجمع بين الحماسة مع الصبر وإدراك أهمية العيش معا، وينبغي أن يحسوا بالمسؤولية للدفاع عن السلام والتعايش. واضحة بالنسبة لكم؟ ها؟ واضحة؟ تفضل أنا بعمل تفضل.
التكنولوجيا. كملي. يجب على الشباب فهم القدرات القيادية من خلال تثقيف أنفسهم حول الحاجة لقيادة المجتمع واستغلال الفرص المتاحة لتحديد أولويات برامج تنمية مهارات قيادية. وافقين؟ هذا اللي عم نعمل فيه هلا برنامج. وافقين؟ وافقين؟ عشان طولت على تكمل بعد كده. سوري. بالإضافة إلى ذلك يجب على الشباب تعلم مهارات جديدة للتعامل مع الصراع بطرق غير عنيفة وخلق مجتمع يحب ويشجع عقيدة العمل. واضح؟ ها؟ تقولي؟ time for peace. كويس. ها؟ ده دوركم أنتم؟ مش دوري أنا. أنا خلاص أنا تحتحتني متتحتحا وتحتوح أنتم تحتح. شفت بقى تصريف اللغة العربية في فين؟ في فعل يتتحتح. خش كده في المحضر. إيه؟ خش طلعي فيلم يتحتح من معجم من الاسم ما شو إيه؟ تصاريف. وطلعيها بقى وصرفيها بقى. يتحتح يتفعل. أنا؟ تفضلي. حل النزاعات. يعني الشباب اليوم دور في حل النزاعات. كل دي أدوار للشباب. حل النزاعات من خلال تشكيل كتيبة جديدة من الشباب المبشرين بالسلام وربطهم مع جمعيات المجتمع المدني مع وجود قاعدة شعبية عريضة مع التركيز على قيمة التعليم. واضحة؟ التعليم. التعليم طبعاً أساس. اقرأ. اقرأ معناها مش محو أمية. اقرأ معناها معرفية. معرفية. ها؟ على الشباب المساهمة في بناء الوعي السياسي وحركات الإصلاح الاجتماعي مع التركيز على ضمان الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والمشاركة للجميع. في شيء عم يشتغل. تفضلي قولي عشان ما مش يعني ما لازم الطاقتين جنب بعض حيعملوا انفجار في غرفة. صحيح. هلا صحيح. هلا لا صحيح فاصلة. هلا صحيح فاصلة. هلا عن شو؟ في شيء اللي عم نشتغله أنا وزهرة مع بعض هي فكرة مشروع. فكانت واحدة من الرؤى تبع المشروع تبعنا تماماً أول سطر. تماماً أول سطر. بناء وعي سياسي وحركات إصلاح اجتماعي. زهرة شخص كتير متخصص بالقانون. حققت إيه فيها؟ هلا عم نحطها هلا عم نلاش تقية. يعني كان قبل من كم سنة بس فاطمة ما جمعيتها. هلا هلا. أنت سبقتني ولا أنا سبقتكم؟ أنت سبقتنا بالعرض بس نحن سبقناك. لا بس كان مكتوب تكريم من فاطمه. فاطمه هي الدراع اليمين. ها انت قد ايه عمر هذا الحكي؟ فاطمه مين؟ فاطمه حسي هي موجوده هي هي مخ الدراع اليمين. وفي شاب عندكم اسمه احمد الشيخ تسمع يا احمد النهارده ولا ما تسمعش؟ من ادلب. اللي عايز حد يساعدنا في ادلب مخه هو. عارفه. خلاص عارفه؟ لا ما تعرفش عليه ان شاء الله ان شاء الله. ابعت لك التليفون خلاص؟ لو خلاص يعني انا يا ستي انا ماشي وراك. انا ماشي وراك وانتم السابقون. كده. على الساحه الدوليه يمكن للشباب ان يصبحوا سفراء سلام لبلدانهم وتشجيع برامج التبادل في مجالات التعليم والثقافه والعلوم والتكنولوجيا والرياضه والالعاب وربط جميع شباب المنطقه والعالم في السعي لصون السلام والتعايش. لا تقول لي ادوار الشباب في موبيا. واضحين يا شباب؟ وانتم شابات من هؤلاء الشباب. أسئلة مهمة. نتكلم كثيرا عن بناء القدرات الشبابية ورفع الوعي المجتمعي. نفتتح دورات وتدريبات وورشات عمل مطولة من أجل ذلك. ما هي الآثار والنتائج التي حصدناها وكيف يمكننا توظيفها في تمكين الشباب بشكل عملي وتطبيقي؟ بس سؤال. احنا كنا بنتكلم عن الآثار قبل كده هو ولازم السؤال ده في أي عمل يا بنات نعمله في آخر عمل نقول ماذا بعد. الورشة مش لمجرد الورشة. الورشة اللي ما بعد الورشة. المؤتمر مش المؤتمر. المؤتمر اللي بعد المؤتمر. وبعد المؤتمر يبقى في حاجة تانية وهكذا. آليات مراقبة تنفيذ التوصيات التي وصلنا لها في المؤتمر. ودي مؤسسية العمل. لأن نعمل مؤتمر. وبعدين فين الورق اللي هيتقدم؟ في الورق اللي هيراجع في الآلية في هذا. احنا عملنا مؤتمر في 2017 كان اسمه واف يعني ما وورد هيومن اكشن فورم على المنتدى الإنساني في وجمع حوالي 250 مشارك لمدة يوم واحد في لندن.
وعم قسمناها اربع ورش عمل متوازن. بعد النص ساعه بتاعت المقدمه ورشه على الصراعات، ورشه على التوطين، كذا 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 كذا. ما رضناش نعمل مؤتمر في 2018، قلنا من 2017 ل 2019 هنعمل مراجعه بتوصيات المؤتمر عشان نعمل مؤتمر تاني في 2019. بنينا هذا المؤتمر يا بنات على ايه؟ على انه لو انتوا شفتوا شعار المؤتمر، الشعار بتاع المؤسسه صاحبه الفكره وصاحبه المال موجود في وسط 30 شعار. ها؟ يعني دي مثلا كانت صاحبه الفكره لكنها لم تستاثر بشعارها على الاخرين. اللي بيسمى المؤتمر باسم مؤسسه منظمه. لا، حاجه و30 مؤسسه. كل محور من المحاور ناقشته جمعيه او جمعيتين مش من المؤسسه. والمؤسسه صاحبه الفكره اصبحت هي سكرتاريه فقط. المؤتمر الثاني هيكون هنا في اسطنبول، اما في اكتوبر او في نوفمبر. بنفس المنهجيه. ليه؟ لان انت لو جبت مؤسسات كبيره اكبر منك بيشتغل في مئات الملايين وحس ان انت المؤسسه بتاعت ربع مليون ولا 200,000 وحتى شعارك فوق وهم تحت، هياخدوا خطوه لورا. وده الشراكه اللي بتتكلموا عنها. الشراكه معناها تنازل. من اجل ايه؟ من اجل المجتمع. من اجل المجتمع، صح. تنازل. انا لما بودي ظهري ودي مؤسسه كبيره زي اوكسفام ولا زي جامعه في جامعه من جامعات لندن الاخيره وتحط في شعارها، لما تلاقي انك بهيئ لها كل الامكانيات عشان تيجي تقف، ان هو بيبقوا سعداء ان انا وصلتهم، ان احنا وصلنا، ان احنا وصلناهم. في مؤتمر القمه الانساني اللي اتعمل من 3 سنين اللي هو في اسطنبول في شهر مايو، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المنتدى الانساني سبقنا الامم المتحده في تنفيذ الفكره. وخدناهم شركاء معنا في 14 ورشه عمل في شمال افريقيا والشرق الاوسط، من المغرب لغايه البحرين والسعوديه والكويت واليمن ولبنان وليبيا. حتى ليبيا عملنا ورشتها في تونس في المحمامات، وللاسف عملناها في الصيف، كان شكلها يعني اوعوا تروحوا الحمامات في الصيف. انتوا ستات ممكن تروحوا، لكن انا رحت هناك شفت مدام رائعه من قبل. ايه مدام رائعه ولا مدام رائعه؟ فندمت على اليوم ده. فنرجع مره ثانيه، فانت سبقتي بالفكره دي. ليه؟ لان انت عملتي مدخل مؤسسه دوليه كبيره للامم المتحده في مناطق هم ما عندهمش فيها شركاء. خلاص؟ ده بالنسبه لايه؟ لدي. اتفضلي. كيف يمكن استغلال القدرات وادراك حقيقه دور الشباب في المجتمع والانتخابات؟ ده الاسئله دي ليكم. اكتبوها. لان انت هتراجعوا الموضوع ده مع بعضكم البعض. أوريها تاني كده. كيف يمكن؟ كيف يمكن استغلال القدرات وإدراك حقيقة دور الشباب في المجتمع والابتعاد عن اليأس؟ مين الحياة؟ أنا عايز أسألك إجابة أصلا، أنتم ولا مين؟ نحن اللي بنقول للشباب. لا أنت ما تقوليش. صلي على النبي. سنة ما بين بعد 11 سبتمبر بدأنا نكتب جوابات لبعض رؤساء الدول والأمم المتحدة كذا وكذا وكذا. وبعدين عندنا مؤتمر اسمه مؤتمر محاربة الإرهاب وعدم ربط الإرهاب بعمل خير الإسلام، ده في 2002. خلاص؟ 2002. أنا ما بهزرش، أنا بتكلم على تاريخ إحنا عشناه وحققناه وغيرنا بيه اللي غيرناه. واخدين بالكم؟ فكان فكرة إن نعمل مؤتمر اسمه مؤتمر القاهرة، وخدنا الموافقة الأمنية والاستخباراتية من الدولة في مصر. وبعد كده جالنا واحد اسمه الرئيس بيل كلينتون، كان حاضر معدي على لندن، وكان بيحضر رايح ايه اللي هو سفير للنوايا الحسنه لكوفي عنان في السودان. قال لي يا هاني باللفظ ده، ما تعملش مؤتمر كبير واعمل لقاءات ونقاشات مفتوحه. عملنا 14 لقاء في 14 دوله في 6 اشهر، ما بين اندونيسيا وتركيا وسوريا. كان اول واحد تعرفه في دمشق مع الدكتور محمد حبش، ولا اسمه ايه؟ اللي كان امين عام بتاع حبش. وقابلنا الامين اللي هو الرئيس ولا عبد الله الاحمر، صح مش كده؟ اللي هو بتاع الحزب. في الوقت ده. المهم كان اول مؤتمر عملناه كان في رمضان عندكم ايه؟ في دمشق. 2000 و
لا 2005 2005 هو اللي عمل نظام جيم وبعدين حولنا الفكره بتاعتنا الى 14 ورش عمل. تعرف ورش عمل دي نجحت ليه؟ ان ولا مره حطينا فيها اجنده. شو المخرجات يعني؟ المخرجات طلعوا في 14 ورشه خمس مخرجات بالظبط كانهم قاعدين مع بعض. شو اللي هي اصل الاعمال؟ اول حاجه بناء القدرات بتاع الجمعيات، ثاني حاجه الحكام الرشيده، ثالث حاجه التواصل، ثالث حاجه معرفه الاعمال الانسانيه، ده خمس حاجه اللي هو بناء الجسور. هل طبقت عمليا؟ احنا عملنا بعدها بالخمس مخرجات دول عملنا حاجه اسمها المنتدى الانساني اللي انا واقف قدام الفيه ده. يعني لما حد هيحط لي الكارت اذا سمحت انا هديك الكارت عشان نتعرف على بعض. ده ثلاث كروت. اسمه ايه ده؟ عندي سؤال تمام لا ما فهمت وبعدين الاخرى كشباب يعني يمكن تاثير لا انا بقول للشباب ايه ده اللي احنا عملناه ما انتوا بتيجي ده لو انتوا قعدتوا مع الشباب اقعدوا وخلوا الشباب هم اللي يدعوا على الاجنده وين هذا؟ شيء مستقبل ها؟ وين عشان؟ ده في لندن يعني انا جاي منها مش مهم يعني تبع رئيس مجلس الاداره بتاع الجمعيه الاغاثه يعني هو لكن الاصل حاليا ان انا ايه؟ رئيس المنتدى الانساني في مؤسس استني بقى حضرتك دي يعني ده دلوقتي حاليا ده بقى 11 سنه سنة انا بقصد بعد 2005 اللي صار في سوريا اللي حصل ده مخرجاته اتكونت المنتدى في 2005 لا تكون ده في 2008 بعد كده استاذ استاذ بتبقوا يعني هذا المجتمع صار في سوريا 2005 مشكلة ب 2011 ثبت انه الدولة الاستضافة دي اقوى مصدر للارهاب، هلا شلون بدنا نظبط؟ لا ده مش مشكلتي، انا مشكلتي دلوقتي النصر للشعب. واخد بالك؟ انا مشكلتي ان انا مخش في فلسطين العالم. صوت للشعب في سوريا؟ انا دلوقتي بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن مسيرة. جزء منها ان احنا عملنا ورشة في سوريا في التاريخ ده، واخد بالك؟ ان احنا استطعنا بعلاقتنا مع بعض الناس هناك اننا نجيب بعض الجامعات قابلنا وزيرة الشؤون الاجتماعية وقابلنا المفتي ساعتها ولا المفتي هذا ولا وزير الاوقاف الى اخره اما نرجع للموضوع ده نتكلم ايه؟ احنا بنحاول نجيب نستطلع اراء الجمعيات في الاماكن المختلفه من اليمن لسوريا للبنان لكذا لكذا الى اخره خلاص؟ لكن احنا عملناها بدون ما نحط اجنده الفكره من الموضوع ده يا بنات ان احنا ما حطناش للشباب اجنده قلنا للشباب اقعدوا وحطوا اجنده ثانيه. ها انا حابب اتفرج يعني احنا كنا في اندونيسيا بيتكلموا بالبهارسي في ماليزيا بيتكلموا بالماليزي وبعدين في بنجلاديش بالبنجلاديشي وبعدين في تركيا بالتركي وانا قاعد بتفرج شوفوا عظمه الموضوع ده ان احنا ما بين يا ست اخر 10 ايام في رمضان تعرف عملنا كام ورشه؟ سوريا اليمن اندونيسيا تركيا كان في واحد خمسه خمسة أو أربعة في آخر 10 أيام ما بين إيه؟ سوريا واليمن وأندونيسيا واحتمال تكون في تركيا في حاجة تانية في النص الثاني. لا بس عملناها في 2006 واخد بالك؟ موافق برضك الدولة واخد بالك؟ فآخر 10 أيام في رمضان أنت رحتي طلعتي من سوريا وبعد خدنا ترانزيت في الأردن قابلنا مع أحد الأمراء وبعدين نزلنا الأردن وعرفنا ترانزيت في قطر عشان قطر نرتب معاهم نتعامل من هناك على اليمن من اليمن على اندونيسيا من اندونيسيا رجعنا على ايه؟ تركيا وهكذا في 10 ايام كل دول يا بنات من غير ما نحط لكم اجنده لكن في الاخر طلعوا خمس مخرجات لكن مش عليهم دول اللي على اساسها اسسنا هذه المؤسسه فلما تقعدوا مع الشباب ما تفهموش عليهم حاجه من فوق سيبوهم يتكلموا زي ما هم عايزين يبحبحوا والاخر دول لخصوا لنا اللي انتوا عايزينه هتلاقي في الغالب اغلب الشباب عندهم ثلاث مطالب او اربع مطالب او خمس مطالب. لو عطيتها كذا بقى مجلس المجالس الشباب هيطلعوا لك نفس الموضوع. بين واحد واثنين وثلاثه او ثلاثه واثنين واحد او اربعه وثلاثه واثنين واحد. ما كتبت القرارات الحريه والكلام ده الاساسيات، هذول اساسيات مطالب الشعب. انا ما لسه ما قعدتش مع الشباب، لسه بتعلم. بعد كده اتفضلي. يلا هيك القاعده. كيف نرفع الوعي ليكون الدرع المحافظ على القيمه المجتمعيه الفاعله في المجتمع؟ انتوا بتوع الوعي انتوا كل كلام من كام ساعه الوعي كيف نقص حب التسلح بالعلم والمعرفه لمحاربه الياس وضروره الادراك السليم للواقع المقيد خير انا كتبت الكلام ده انا مش بسرعه انا طلعت تحت زي حبيبي خلاص رحت مننا
بعالم آخر. أسئلة مهمة؟ هل اليأس عند الشباب هو بداية الأمل؟ كيف نزرع العزيمة؟ لا لا قولهم قولهم وجههم بقى. هل اليأس؟ هل اليأس؟ هو بداية الأمل؟ لا لا يأس. ليش اليأس من صفات الشباب؟ ليش اليأس؟ نتكلم على حاضر احنا عايشين فيه. ربما يأس من الواقع هو بداية ما هو عشان كده بنبص للسؤال اللي هو هل هو بداية للأمل ولا لا؟ وين رايح؟ انت رايح منك ولا لا؟ أو يعني كل ولما تلاقي أحسن روس وهن هدمه؟ لا 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 أيوة طريقة تانية ما احنا نقول لهم حتى لو كان في يأس اعرفوا ان ده ايه بداية الأمل لا بيأس من المحيط ولا كذا بس مش هفكر بطريقة تانية أيوة فنرجع تاني تفضلي كيف نزرع العزيمة والإرادة ونبتعد عن مفاهيم الفشل والخنوع للواقع؟ ده التحدي اللي عندكم كل الأمر ده تحديات ليك اقعد افتكروا السبع أشهر دول أنتوا عليك كده فرحتوا أنكم خدتوا حق الدورات لا ده أنت هو ده الأسئلة دي أنتوا هتجاوبوا عليها ما هي الآلية التطبيقية لتحقيق التغيير ونحن نتكلم بالأحلام والطموحات؟ يبقى نعمل آليات نعمل برضه نحول كل أحلامنا وكل أفكارنا وكل أهدافنا إلى آليات كيف نجعل الشباب يحافظ على نشاطه الحيوي؟ أيوة حد يقول لي بقى كده إزاي بقى؟ ها؟ إيمان ها قوليها تاني عشان ما سمعتهاش كيف؟ كيف؟ هتشعر زي ميت إزاي؟ أنا محبط ومتنايل على عيني و... نعطيهم حماس إزاي؟ أمل أمل هتحمسين إزاي؟ الشراكة في الحلول القدرة أيوة الشراكة في الحلول ها؟ ما شاء الله الشباب حس حاله جزء وتحمل مسؤولية ما بيقدر أول شيء تحسسيه بذاته تحترميه تحطيله المكان اللائق بيه أنا وأقعد لك أنا ملحد مش هترمي على أفهم الكذبة لا أقعد يا ابني طب نتكلم مع بعض إزاي؟ لما نتكلم في الغرفة الثانية في الصباح الأم حضني يعني خليه يحبني خليني أخرجه من حتة لحتة لحتة بالراحة فهو احترام الشخص حتى لو اختلف معانا اختلاف جذري وحبك للشخص أو الفتاة أو كذا هو اللي هيخلي الإنسان ده يتحول بعد كده كيف نحقق نتائج سلوكية وأخلاقية ملموسة في المجتمع في ظل اليأس وقمع المشاريع وتغيير مسارها؟ حد عنده جاية؟ تحفيز تحفيز إزاي؟ بدك تحفز أنت بتبلش أنت بتنتقي ممكن مثال طبعا ممكن أنت مثلا تبلش تنتقي شغلة فيها إشكالية كتير كبيرة بتحاول تعمل انت الريسيرش تبعت لإلك بتحاول تعمل مقاربات ناس كانوا واقعين بهي المشكله وكيف طلعوا منها بعدين بتحاول تحفز وتشرك العالم او تشرك العالم فيها فهون شفت تشرك ايه بس اشرك صح مو تشرك خلاص بقى ثلاث حاجات دي ده فتحت موضوع اشرك ها تمام انا بس وصلت لنقطه فيها تحفيز حتى لو كان لسه الواقع مضايقك ومزعج وظلامي بس انت لسه عندك اي شغل في الواقع عم تخليك كويس طيب يلا يلا تفضلي هلا ممكن من المشروع ابدا المشروع صغير في اثنين ثلاث مشاريع افرجيهم النتائج ارجع اكبر المشروع ايوه ابدا صغير انت المفروض تتكلم ايوه نبدا حتى نشوف الاثار يعني احيانا المشاريع اللي بتكبر بتصير صحيح بس هي مهما كانت صغيره نعم تفضلي تفضلي يا خلاص؟ هذا لسه كيف نحقق الإصلاح المتكامل الفردي والمجتمعي وآلية المحافظة عليه؟ الأسئلة دي ليكم وممكن تديهم الورق لا تبعتوا لهم عشان يجاوبوا على الأسئلة دي بعد كده هل فعلا التغيير لا يأتي إلا بعد امتحان وابتلاء؟ إذا سمحت أنا أحكي هلا هي النقطة هون هل فعلا التغيير لا يأتي بعد امتحان او ابتلاء؟ هلا احنا كلياتنا بنمر بظروف وعقبات بتواجهنا على طول وهي كلياتها امتحان لإلنا ممكن يكون ابتلاء من رب العالمين نشوف صبرنا وايماننا وعزيمتنا واصرارنا حتى نتابع النقطة انه الواحد يتخيل حاله انه واقف على حافة على حافة جرف هل انا بهال قدام الجرف هذا هل
أنا قادرة أني أقفز وحلق عاليا؟ هل أنا أملك الجرأة أني أنا بهذا الامتحان، أنا عند هذا الامتحان، عند هذا الابتلاء أنا واقف عنده، إما أني أقفز وحلق لفوق أو أنزل لتحت؟ هي النقطة، نقطة التحول هي ممكن الإنسان بيبتلتها. في ناس بوقفوا متفرجين يطلعوا بيشوفوا وعم يشوفوا الناس عم أديك المثل صليت عن النبي أديك المثل القطيع اللي في افريقيا لما بيعدي النهر مش في تماسيح؟ طبعا اول واحد كل واحد خايف كل خايف صح؟ هو ما بيطلع كل اللي ورا فانت لو نطيتي كل حنط ورا هلا لو جرب كل واحد القفص اما رح يطير عليه ويحقق الهدف اللي هو رح يوصل له او رح يسقط ممكن يكون سقطه بعدين رح يسقط مش عم سقطه ما فيش حاجه 100% ممكن تكون سقطه خفيفه على شي ناعم ممكن تكون سقطه قويه مش كده شوي ما 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 دي ما ما دي اللي احنا بنتكلم فيها بالتجربه مش كلنا هننجح فيها ما هي شكل الحياه التحول انه يكون حتى الواحد لما بيوقع وقعه قويه انه يرجع ينهار اقوى من اول مع المجتمع مع الناس حواليه مع المجتمع اللي حواليه لانه هو راح يخلي ناس كثير ورا تتشجعوا ان شاء الله توكلنا على ربنا عشان ايه؟ هي مشان تغيير حياتي اللي بعد امتحان او ابتلاء هلا احيانا في مجتمع انسان وساكن انا هون هذا يعني مش استقرار بيجي ناس بعض يعني الواعين او النظره بيقدروا يطوروا المجتمع نفسه اذا اي تغيير بده يحمل شوب مش عشان اضطراب المجتمع نفسه بيمنعه بيمنع اي تغيير هلا اذا ما حس المجتمع بوجود مشكله بتغير اي مجتمع الوعي اما عن طريق الوعي اذا كان سمح الله بالطريق او عن طريق مش اكبر منه يعني بقدرنا انه امتحان او ابتلاء بنسميه امتحان بنسميه عقبات بنسميه اي شيء اذا ما حس فيها المجتمع المغربي فهي ضروريه وهل يمكن للشباب معرفه هذه الامتحانات والعقبات وتحليلها وسبل معالجتها؟ طبعا كيف؟ كيف يمكن للشباب تحقيق المشاريع التي تنهض بالمجتمع في ظل وجود كل ما يدمر هذه المشاريع؟ كيف يمكن إنقاذ الأفكار الجديدة والمتجددة واحتوائها؟ ما السبيل لخلق بيئة متكاملة للشباب ترعى أفكارهم ومشاريعهم في ظل الرهب؟ شو القصة؟ شو القصة؟ ليش لا؟ كيف ننتقل من الإيرانية؟ لماذا؟ كيف ننتقل من المشاريع النظرية والأحلام والطموحات إلى مشاريع عملية نهضوية وكسر القيود؟ كيف نحافظ على كتلة التغيير المجتمعية ونزيد من فاعليتها ونزيل كافة العوائق أمامها؟ متى نقرر أن ننتهي من قول وصف بعض المشاريع بأنها ممنوعة وأخرى بأنها مقبولة؟ ومن يستطيع مقاومة هذا الواقع المادي المفروض؟ كل الأسئلة دي يا بنات عشان كده خلصنا بقى خلصنا كل الأسئلة دي انتوا حجاوبوها لا ما انا ما عنديش مشكلة نرجع مره ثانيه عشان الاخر ما بينا مرور الكرام يعني ما ممكن نقعد معاكم بقى شويه ها ما لا ما هم خلصوا كل انتوا ما شفتوش ناخدوا اكتر مننا ما فانتوا بالتالي طب عامل ايه ما انتوا الناس وصلوا متاخرين شويه فانتوا بالتالي الاسئله حطوها عندكم ولو انتوا محتاجين لجلسه ثانيه للاسئله دي فقط ممكن يجي نناقشها نقاش خاص طب احنا نشكركم شكر شكر جا يعني شكر شكر جزيل وان شاء الله الحمد لله اتعلمت منكم كتير النهارده يعني وحاخد بالتواصل من الدكتور هادي عشان نروح انقل خبرتكم وحماسكم لمجتمع تاني شكرا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته